انا كنت بشوف امر التريبل اي دي زمان يعني حاجه هيروغليفي كده، يعني مش مفهومه بالنسبه لي خالص. ده امر التريبل اي ده اللي هو ايه ده اللي كان على الصبوره ده اللي احنا خدناه الوحيد يعني. الشغل العملي كله بيتنفخ ما بيتفهمش موضوع غير ده. هي تبره واثنين وثلاثه، مش بقول لك حد يعني اقرا فيه كتب اكتر واتفرج على فيديوهات اكتر، طبق الحاجه هتفهم. ثلاثه كده اول مره هتفهم زياده سنه، ثاني مره زياده سنه. طيب كنت عايز اشغل لكم الاي سي اس، اشتغل اهو الحمد لله. اوكي سيسكو سكيور اي سي اس زي ما انتم شايفين، ودي شاشه الويلكم بيج كده تمام، انت بتعمل عليه لوجن كده بيوزر نيم وباسورد مخصوصين. وبعد كده هنا بصوا الكونفيجريشن اوبشنز دي، مثلا اول حاجه نتورك ريسورسز، ولو دخلت مثلا هنا كده على نتورك ديفايسز هتلاقوا مثلا انا اوريدي ادد تو ديفايسز، شايف انا اد مثلا R1 R-1 تمام، ده المكان اللي بتحط فيه الديفايس اللي انت عايزهم يكلموا مين؟ تريبل اي سيرفر. عشان هيبقى سيرفر هنشوف هنعمل لهم كونفيجريشن دلوقتي لسه على الديفايسز ديت، فاذا ده مثلا ادد عليه انا ايه الديفايس دوت هنا بهذا الشكل. بعد كده تاني حاجه بتادها بعد ما تاد الديفايس فين بقى اليوزرز اللي هيخشوا على الديفايس، فتلاقي تاني حاجه فعلا يوزرز اند ايدنتيتي. لو دخلت على يوزرز كده اهو انا عامل كذا يوزر، ادمن يوزر اي سي اس يوزر، يوزرز عادي خالص يوزر نيم وايه وباسورد. واخيرا بتلاقي حاجه اسمها البوليسي اليمنتس والاكسس بوليسي. الاكسس بوليسي دي اللي بتحدد ايه اللي يحصل بالظبط، يعني هنا ندوس عليها كده تمام، دي اللي هي بتقول طب ايه اللي يحصل لما حد يخش، تلاقي في ديفولت avoid the device admin default network access. طب هعمل ايه؟ ايه البروتوكولات المسموحه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مفيش امكانيات طبعا زي اللي انا شرحته في الايس دلوقتي خالص، لكن دي امكانيات محدوده لحاجات محدده جدا. فبتقول مين مسموح له يخش ويخش يعمل ايه ببوليسيز معينه. يبقى بتعرف الديفايس، عرفت هنا مثلا راوتر زي ار ايفر واحد في ان ديفايسز ار واحد ده مثلا، بتعرف اليوزرز بتوعك تبقى عدد اليوزرز دول ايه. اوكي وطبعا زي ما هنشوف الحاجه الاساسيه اللي معظم الناس بتعملها انك مش بتقعد كريت انا يوزرز كده اوجع دماغي، لا بص صديقنا هنا مين شايفين اكتف دايركتوري اكسترنال ايدنتيتي ستورز، وده بيقول ببساطه شديده ان مش اليوزرز عندي انا، اللهم هم فين ما انت السيرفر، لا ده موجودين في سيرفر تاني، موجودين فين في سيرفر تاني، والسيرفر التاني دوت ممكن يكون اكتر من حاجه، بس طبعا اشهر حاجه هو ايه اكتف دايركتوري. لو حضرتك عندك ويندوز سيرفر 2008 ولا 2012 او حتى جديد 2016 تقدر تخش تربط السيسكو سكيور اي سي اس بالاستاذ اكتف دايركتوري. لو ما يعرفش اكتف دايركتوري ده زي ما قلنا المكان المركزي اللي فيه كل حاجه خاصه بالايه؟ بالشركه عندنا بويندوز بالدومين بالكلام ده كله. فاذا احنا مثلا خمس موظفين في الشركه، لو كنا رجعنا للمثال بتاعنا احنا كخمس موظفين مش لينا اكونت في اكتف دايركتوري ولا لا؟ اكونتس في الدومين زي ما بنقول، لا لنا اكونت يوزر نيم وباسورد في الدومين بس خلاص، هم اليوزر نيم والباسورد بتوعك انت بتوع الدومين هم دول اللي هتخش بيهم على الراوتر تمام. يعني مش لازم بقى اقعد هنا اعمل يوزر واقول له احمد وعبد الله ومش عارف ايه وكل واحد يدخل الباسورد بتاعته بالظبط، بيعمل ميكس ما بين اللي موجود في الاكتف دايركتوري تمام، يبقى هو اللي بيستخدمه ايه الاستاذ تريبل اي. بس ده ايه المشكله؟ هو مش بياخد حاجه، هو اللي بيحصل كالاتي، عبد الله هيخش خش على الراوتر، الراوتر هيروح يكلم السيرفر يقول له عبد الله والباسورد بتاعته كذا، يعمل ايه السيرفر؟ يروح يسال اكتف دايركتوري تمام؟ بعد كده هنا بقى في بقى بالظبط الاثورايزيشن ده الخطوه الثانيه، كل ده اوثنتيكيشن الاثورايزيشن بعد كده ده الخطوه الثانيه اللي بتعملها برضه من هنا والاكونتنج برضه من هنا، فكل ده هنا تمام؟ اللي هو طب هنعمل له ايه؟ اليوزر ده هيخش مسموح له بايه مثلا؟ هندي له مثلا بريفليج ليفل 10 مثلا. اوكي؟ فاذا ده باختصار كده سيسكو سكيور ايه؟ اي سي اس مش بتتكلم فيها اكتر كده، بتعرف الديفايس بتعرف اليوزرز او بتجيبهم من بره، وبعدين البوليسيز بتاعتنا فيها حاجات كتير هنا تقدر تعمل ايه؟ حاجه اسمها البوليسي اليمنتس والاكسس بوليسيز بعد كده تظبط فيها حاجات معينه. مش يعني مش هنستخدمه مينيمايز كده، احنا مش عايزينه في حاجه، واكشلي حتى هنا اعمل له شوت داون للاي سي اس و عملنا كده نفتح بقى الايس لانه افضل الايس او اي اس اي بتاعنا. دي نسخه ايفالويشن اكشلي تقدر تجيبها من سيسكو زي ما شايفين ايس 2006 ايفالويشن، تشتغل لمده 120 يوم تمام، فكافيه جدا يعني لو انت عايز ايه تدرس سي سي اف تي سكيورتي ولا حاجه محتاج تطبق الاستاذ دوت تقدر ايه تطبقه. ف اتاكد بس دوت يقفل عشان الاثنين دول ياخدوا رامات كتيره، فلما ده يقفل ايه هشغل لكم ده.
نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا ونبدا بقى قبل ما هم يقفلوا ويخلصوا نشوف الراديوس سيرفر والتكاكس بلس سيرفر وايه الكلام ده. دي البروتوكولات اللي احنا بنستخدمها في التريبل اي عشان التريبل اي كلاينت. يتكلم التريبل اي سيرفر تاني وكبر السيرفر ده اي سي اس ولا ايس ولا مايكروسوفت اكشلي تمام ولا برودكت من شركه ثانيه خالص لينكس يعني في برودكتس كتير جدا. لكن ايا كان البرودكت دوت عندك تو اوبشنز عشان تتكلم راديوس او تكاكس بلس. بس لما تيجي تفكر حقيقه هو راديوس بس لبعض الوقت. ليه؟ عشان راديوس ده ستاندرد وتكاكس بلس ده بتاع مين؟ بتاع سيسكو تمام؟ يبقى اذا اكشلي لو عمرك عملت سيت اب للسيرفر بتاع مايكروسوفت ويندوز 2008 سيرفر ولا 2012 سيرفر وانت بعد ما بتشغل السيرفر تقدر تعيد حاجه اسمها سيرفر رولز يعني تقول له انت دي اتش بي لا انت دي ان اس لا انت اكتف دايركتري دومين كنترولر وات ايفر. ففي حاجه اسمها الام بي اس نتورك بوليسي سيرفيس او سيرفر نتورك بوليسي سيرفر ام بي اس. ولو عملت اد للام بي اس دوت بعد ما تنزله هتلاقي جواه ايه؟ راديوس سيرفر. فهمت الفكره؟ يبقى اذا الراديوس بروتوكول دوت ممكن تشغله في مايكروسوفت بسهوله جدا تمام موجود جوه الويندوز سيرفر نفسه فور فري معاك. اكشلي هو لو عايز تشوف حاجه اعيف من كده بكتير كمان ده ويندوز اكس بي اللي انا منزله ككلاينت وبشتغل عليه كذا مره. وانا منزل هنا ابلكيشن اسمه وين راديوس. الابلكيشن ده ادي الفايلات بتاعته حجمه 900 كيلو تمام على ويندوز اكس بي. عباره عن ايه؟ ابلكيشن كده اهو وين راديوس دبل كليك ده سيرفر ده كده راديوس سيرفر. فيها ايه اكتر من كده؟ تمام. فاذا يعني الراديوس اوبن سورس متاح للجميع في منه 100 نسخه موجوده سواء بسيسكو يعني مين سيسكو الاي سي اس والايس بيشتغلوا ريدز طبعا بيشتغلوا ريدز تمام ممكن يشتغل ريدز لكن اكيد طبعا في سوليوشنز ثانيه كتير زي مايكروسوفت وين ريدز دوت وحاجات ثانيه كتير 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 تمام. طب التكاكس بلس بقى لا التكاكس في الحقيقه اكشولي تكاكس بس من غير بلس ده بروتوكول ستاندرد لكن سيسكو خدته زي ما حصل في بروتوكولات ثانيه قبل كده زي الاس تي بي مثلا لو فاكرين وخدته وعدلته. فتكاكس بلس ده بتاع مين؟ بتاع سيسكو. فاذا ما ينفعش غير اجهزه سيسكو فعمرك ما هتلاقيه على ويندوز سيرفر مثلا شغال تكاكس بلس مستحيل. يبقى لازم اشتغل ايه لو عايز تكاكس بلس؟ الاي سي اس او الايس اللي هم المنتجات بتاعت مين؟ بتاعت سيسكو. طب ايه المقارنه بينهم يعني؟ ايه اللي خلى سيسكو عامله دوت والناس شغاله بدوت ليه؟ ايه القصه بالظبط؟ هنا بيقول لك اول نقطه مقارنه ده بيفصل التريبل اي اكوردنج تو تريبل اركتكشر الاوينج ذا مودولاريتي اوف ذا سكيورتي سيرفر ذا كومبايند سكيورتيشن اوثنتيكيشن بات سيبريتس اكاونت. ايه الكلام الغريب ده؟ شوف ده دي بروتوكولات تمام بروتوكولات يعني الراديوس نفسه والتكاكس بلس دي بروتوكول. فالراديوس كبروتوكول بيديك الثلاثه ايه؟ والتكاكس بيديك الثلاثه ايه؟ الله ما ينفع. اول فرق زي ما هو كاتب كده ان الراديوس بيدمج الاوثنتيكيشن والاوثنتيكيشن خطوه واحده. ايه الكلام الغريب دوت؟ فاكرين لما تقول في الاول الاوثنتيكيشن ممكن يكون عبد الله دخل عبد الله يخش اهلا وسهلا السيرفر يقول خش عبد الله بس هو بيقول خش يوم جاي باعت معاها ايه؟ ليفل 10 او ليفل 15 ده اللي هو الايه؟ الاوثنتيكيشن بتاعه عبد الله هيخش بريفل ليفل 10 او 15 فاهمين الفكره؟ فده كده الايه؟ الاوثنتيكيشن بتاعه. طبعا ده بيخلي موضوع الاوثنتيكيشن ليميتد يعني بيخليك محدود جدا ما فيهوش بقى القصه اللي قلت لكم عليها عبد الله كتب شوران مسموح ولا مش مسموح عبد الله فاهمين الفكره؟ مش هعمل كده. فاذا الراديوس بيدمج الاوثنتيكيشن والاوثنتيكيشن في خطوه واحده. يعني هو بيسال الراجل ده يخش ولا لا وبالمره لما بتقول له خش بتقول له كمان الايه؟ الاوثنتيكيشن بتاعه. واضح؟ طيب لو ده مثلا فكرنا بيه بعيدا عن انت تخش تتحكم في اجهزه سيسكو مثلا زي ما قلنا مثال بعد كده زي ان هو جهاز داخل على الشبكه. ممكن لما جهاز يخش على الشبكه ولو سمحت له يخش على الشبكه الجهاز دوت كمبيوتر او كده يبقى الاوثنتيكيشن هو اوكي عدى والاوثورايزيشن مثلا ان اقول له اوكي الجهاز ده دخل ودخله في فيلاب 15 يعني فيلاب صح يبقى الاوثورايزيشن بتاعه مش ليفل بقى لا دخله في فيلاب 27 فاهمين الفكره دخله في فيلاب 500 يبقى اذا الراجل ده دخل تبع الفيلاب دي وبالتالي هيبقى تبع السبنت دي وبالتالي هيتطبق عليه كل الكلام اللي بيتطبق على دول جوه في النتورك عنده اوكي. فريديس ممكن ينفع في حاجات كتيره جدا جدا ان هو اوثنتيكيشن واوثورايزيشن مع بعض في نفس الوقت مفيش كده. لكن بالنسبه للديفايس مانجمنت اللي هو الحته بتاعت سيسكو دي نقطه ضعف. لان زي ما قلت الافضل بالنسبه لي حته ان هو كل ما تكتب امر تروح تسال ايه مثلا الايه السيرفر بتاعك يقول لك اوكي ولا لا. تمام؟ طب الاكونتنج الاثنين مفصولين، يعني لو هتشغل اكونتنج بريديس او تكاكس الاثنين مفصولين عن بعض، يعني ايه مفصولين عن بعض؟ يعني ده بيحصل واحد وده بيحصل واحد. اوكي؟ بس برضه فكر فيها لو اذا كان الراديوس ما فيهوش حته ان انت لما تكتب امر
او جاي قايل لك تطبقه ولا لا، يبقى هينفع اعمل لك اكاونتنج على الاوامر اللي انت طبقها ولا لا؟ لا. ازاي اللي احنا شفناها فاكين لو بقول لك في يوم كذا الساعه كذا عبد الله كتب كونفيجر تيرمينال، هينفع الكلام ده في ريديس؟ لا، لانه اصلا ما عندوش الاوثورايزيشن بتاع الاوامر. اذا ما كنتش اقدر افصل لك ان انت كل ما تكتب امر اقول لك اوكي ولا لا، اكيد مش هقدر اقول لك كل ما تكتب امر اسجله عندي ولا لا. تمام؟ فاذا في اختلافات حته الثلاثه ايه دول هيطبقوا ازاي. طب الحل ايه يعني قبل ما نكمل بقيه المقررات عشان تبقى عارف الاول؟ الريكومنديشن بتوع الناس انك لو عندك سوليوشن بتاع سيسكو انت في خير. ليه؟ لان السوليوشن بتاع سيسكو سواء اي سي اس او اي اس بيشتغل الاثنين. حلو كده؟ طب اعمل ايه؟ ديفايس مانجمنت، حضرتك عايز تخش على راوتر على سويتش على اكسس بوينت على كل الاجهزه دي، تروح تشتغل ايه؟ تكاتس بلس، لانه اقوى وافضل زي ما هنشوف دلوقتي. بقيه الحاجات اللي قلنا عليها بقى، اليوزرز عايز يخش واي فاي، عايز يخش بكابل، عايز يخش في بي ان، عايز كل الكلام ده كله، والجست والموبايلات والحاجات دي كلها، تروح تشتغل ايه؟ ريديوس، لان هو مصمم ليهم اكتر وهو افضل ليهم فين؟ في الاخر. واضح القصه؟ ده ريكومنديشن. طيب تاني نقطه مقارنه، ستاندرد زي ما قلنا ده طبعا اوبن ار اف سي، ده سيسكو فقط. ترانسبورت بروتوكول يو دي بي دي سي بي، ده برضه ميزه مين كده جهاز بلس دي سي بي زي ما انتم عارفين، ريلايبل دوت ايه؟ ان ريلايبل. طيب شاب الاوثنتيكيشن بتاعنا بيقول لك لو انا بسبورت شاب بسبورت باي دايركشنال تشالنج هنا وريسبونس از يوزد ان شاب، هنا بيقول لك لا يوني دايركشنال تشالنج وريسبونس فروم ريدس سيرفيس تو ريدس بلاك. ايه الكلام دوت؟ هتشوف دلوقتي حاجه، يعني النقطه دي مش هتبان، في انيميشن او مش انيميشن، صوره ظريفه كده هتوريك الفرق ساعه الاوثنتيكيشن ايه اللي بيحصل، هيجيبهم لك خطوه خطوه كده. فدخلت باب احمد، ايه اللي حصل في الخلفيه؟ في فرق بسيط ما بين الاثنين بيشتغلوا ازاي. بروتوكول سبورت، مالتي بروتوكول سبورت، بالتالي بيقول لك نو اي ار اي نو نت فيري، ولا له اي لازمه كلام. تمام؟ كونفيدنشياليتي، دي بقى ليها لازمه، دي نقطه مهمه، يعني خليني اجيب لك كده القلم تاني. اول نقطه زي ما قلنا اللي هي ده ان هو بيكومباين اوثنتيكيشن اند اوثرايزيشن، ده بيسبريت التريبل اي كلها. تاني نقطه يو دي بي وتي سي بي، الكلام ده يعني مش بقيه الباقي مش مهم حتى الان. دي بقى هنا الباكتس بتاعتنا بتاعت ريديوس ما بشفرش فيها غير الباسورد بس، لكن تكاكس انتاير باكت از انكريبتد، يبقى ده كسكيورتي عاليه جدا بالنسبه لنا. تمام؟ كاستمايزيشن زي ما قلنا، ده بقدر اعمل اوثرايزيشن للراوتر كوماندز بير يوزر او بير جروب، وده شيء حلو جدا زي ما قلنا بالنسبه لينا احنا. الراجل ده طبعا ما عندوش حاجه زي كده، نو اوبشن. الاكاونتنج اكشلي از ليميتد ان تكاكس، وهنا اكستنسيف، يعني كميه الاوبشنز المتاحه بتبقى ايه؟ بتبقى اكتر. طب انا افوكس في ايه كل دوت الكلام ده اللي انا عايزه هنا؟ هو الميزه موضوع السكيورتي والتي سي بي اوفر يو دي بي، يبقى الميزه كده التكاكس بلس. لو عايز حاجه سكيور كل الباكت بتتشفر، وعايز حاجه ريلايبل تي سي بي طبعا افضل من مين؟ من يو دي بي. بس انا قلت لك من الاخر، جبت من الاخر، لان طبعا النقطه اللي في الاخر اللي بتدمج سيسكو اونلي ما اقدرش استخدمه غير في حاجات ايه؟ سيسكو. ادي الحته اللي هو بيقول لك عليها في الخلفيه ايه اللي بيحصل عشان تشوف الفرق بين التكاكس، وادي هنا الريديوس، شوف خطوات فرق كبير. يعني التكاكس اللي بيحصل كالاتي، الكلاينت اللي هو حضرتك داخل مثلا تعمل اس اس اتش على ار2 وبتعمل كونكت، ار2 اول ما بيجي له طلب الكونكت ويلاقي نفسك حضرتك عامل له تريبل اي اللي احنا عملناه، بس ما عملوش لغايه دلوقتي، بس في اوامر هتقول له ايه؟ سيرفر تكاكس بلس. يوم جاي يبعت خطوه يقول له ايه؟ يوزر نيم برومبت. ها؟ مش يساله يقول له ايه؟ يقول له اطلع له ايه البرومبت؟ يعني عارفين انت لما تخش، كنا لسه فين اهو؟ مش هقوم اكتبها ليه؟ موجوده هنا اهو. فين ار1؟ كنا عاملين نخش من ار1 صح؟ اول ما كنا بنخش كنت بقول له تلنت، بيقول لي تراينج اوبن يوزر اكسس فيريفيكيشن، ويطلع لي ايه؟ يوزر نيم. دي اسمها البرومبت، المؤشر بتاع دخل لي اليوزر نيم. فاكشولي هنا في تكاكس تقدر تقول له اليوزر نيم برومبت والتاني يبعتها لك، يعني مش لازم تكتب اليوزر نيم. ممكن مثلا انتر يور اكونت نمبر بليز. فاهمين الفكره؟ تكاكس ممكن يقول له ايه؟ ممكن يكتب المسج نفسها اللي هتظهر اليوزر تبقى مختلفه. اوكي؟ بس غالبا طبعا يعني ما حدش بيستخدم الخاصيه دي. هيقوم جاي مطلع له يوزر نيم، انت هيطلع لك اليوزر نيم بسبب جت من الاي سي اس بهذا الشكل. هكتب مثلا جونيور ادمن، ده اليوزر نيم بتاعي، هيقوم جاي بعته هنا. يقوم جاي يساله بعديها بعد ما بعت له اليوزر نيم، طب اقول له ايه بالنسبه للباسورد؟ يقول له طلع له كلمه باسورد. تمام؟ يقوم جاي يطلع لك كلمه باسورد، انت تدخل الباسورد بتاعتك اهي، يعني ده اللي انت دخلته اكشلي عندك يعني. الجونيور ادمن ده والباسورد بتاعتك، تقوم جاي باعتها. اخر خطوه دايما هتبقى ايه؟ اكسبت او ريجكت. اكسبت يبقى اذا اليوزر نيم ده صح عندي والباسورد دي صح عندي، يبقى انا هعمل لك اكسبت. ريجكت يبقى حاجه بدون ايه؟ ده كده تكاكس بلس. بص بقى ريديس هيبقى ابسط بكتير جدا. لما انت بتكونكت بيقول له يوزر نيم مين؟
ريزون يبقى هو باسورد مين الباسورد ايه وبعد كده ياخد الاثنين دول في باكيت واحده يبعتهم للاي سي اس تمام يبعت له حاجه اسمها مسج اسمها اكسس ريكويست حاطط فيها المسج كده بالظبط جونيور اندرسكور ادمن كوما ترونج باسورد مين اللي متشفر هنا خلي بالك دي بس اللي متشفر جونيور ادمن ده بيبقى باين في الرساله يوم جاي بعد دوت السيرفر والسيرفر تاني بيدي له رساله اسمها اكسس اكسبت لو طبعا الكلام ده صح او اكسس ريجكت لو الكلام ده ايه يبقى شفنا بقى ده اطول شويه فين الخطوات بتاعته وبيقعد يقول لك البرومبت وبتاع مش عارف ايه وبيبعت له اليوزر نيم الاول وبيبعت له الباسورد بعد كده ده هنا خطوه واحده يعني في تو مسجز بس ما بين الاثنين دول ده طبعا كده اسرع بكتير وكمان بيستخدم يو دي بي يعني خلي بالك هو مش جايب لك هنا بس اكشولي قبل ما اقدر ابعت رقم 2 ديت لازم اعمل ايه؟ 3 واي هاند شيك فاكرين سام سام اك اك لازم ده راوتر هيكلم الاي سي اس سيرفر لازم تعمل ايه؟ 3 واي هاند شيك فاذا ده كده عمليه الاوثنتيكيشن في التكاكس وفين في الراديوس هم دي تريبل اي بروتوكول تكاكس بلس او راديوس بروتوكولز ار يوزد هنا بهذا الشكل يعني انت هنا كيوزر لما بتكلم الراجل دوت بتكلمه ايه اس اس اتش مثلا تمام تيلنت مثلا صح اتش تي تي بي قلنا ممكن اتش تي تي بي او اتش تي تي بي اس دي البروتوكولات اللي انت هتكلم بيها الراوتر صح ما تعرفش على فكره انت نفسك كيوزر ما تعرفش ان تريبل اي شغال ما تعرفش ريديوس ولا تكاكس ومالكش دعوه بالموضوع ده اساسا هل هنا مثلا المسجز اللي رايحه جايه ما بينك وما بينه هل دي ريديوس او تكاكس لا خالص دي اس اس اتش تيلنت اتش تي تي بي كونسول لو كنت بتوصل بكونسول كله بيحصل هنا في الحته دي دي المسجز اللي رايحه جايه ما بين الاثنين دول اللي هي سواء تكاكس بلس او ايه او ريديوس اوكي طبعا مش لازم هنا جايب لك المثال اللي انت شغال سيسكو فاقدر اشتغل اثنين تكاكس بلس او ريديوس لو شغال ده اللي هو ويندوز سيرفر ام بي اس زي ما قلنا ده اللي هو موجود بيلت ان في اي ويندوز سيرفر بتشغل السيرفيس دي بس بتعملها انستول وبعد كده بيبقى موجود وده معناه طبعا ان لازم اكون ايه ريديوس لان ويندوز مش هيسبورت طبعا غير ايه غير ريديوس اوكي تعالى بقى نشوف الكونفجريشن بتاعنا بيبقى عامل ازاي اربع خطوات انيبل تريبل اي اوكي جميل جدا عملنا تريبل اي نيو موديل دي بقى اول خطوه سبيسيفاي ذا اي بي ادريس اوف ذا اي سي اس سيرفر لازم تعرف له فين السيرفر وكونفيجر ذا سيكريت كي بتاع السيرفر ايه الكلام الغريب ده ما هو السيرفر دلوقتي انا عشان اكلمه ده مش اليوزر نيم والباسورد عشان اصلا اكلم السيرفر لازم في بيننا شيرد سيكريت كي اوكي يبقى انا اصلا عشان يبقى مسموح لي اساسا اكلم السيرفر لازم في بيننا ايه يا جماعه شيرد سيكريت كي بكونفيجره على الراوتر هو نفسه اللي بكونفيجره على السيرفر بتاعك سواء اي سي اس سواء ايس سواء مايكروسوفت وين راديوس وات ايفر كونفيجر بعد كده اوثنتيكيشن تو يوز ايذر راديوس اور اي تراكس ودي الخطوه اللي احنا كتبناها بس عملناها لوكال قبل كده اللي هي تريبل اي اوثنتيكيشن لوجن ديفولت مثلا وكتبنا بعديها لوكال لوكال كيس انيبل لا مش هنحط بقى الكلام دوت هنستخدم ايه نفس السيرفر اللي احنا عملناه في خطوه 2 وخطوه كام 3 كونفيجريشن بتاعه يبقى دي الخطوات اوكي اول خطوه اهي تريبل اي نيو موديل تمام دي اللي هي بتشغل تريبل اي بعد كده بنبدا نعرف هوريك الاول تكاكس اوكي كول نتعرف تكاكس مش مشاكل اهلا وسهلا فهتبدا تعرف تكاكس سيرفر انك تكتب له تكاكس مسافه سيرفر وبعدين تدي له اسم يعني سيرفر ده شتي ده ايه ده الاسم بتاعه تدي له اي بي ادريس بالكوماند دوت ادريس اي بي بي 4 وبعدين الادريس بتاعه هم ليه عاملينه بالطريقه ديت لان ممكن يكون اي بي بي 6 فبتكتب له ادريس اي بي بي 6 مش اكتر بتقول له كي هنا في الخطوه ديت اللي هو كي تكاكس داش باسورد مثلا يبقى ده هو نفسه اللي هتكونفجر هناك عند مين عند الراجل الثاني اوكي يعني اكشلي احنا مش علينا كونفجريشن زي ما قلت بتاع الثاني بس الموضوع بس نفس الخطوه دي بتحصل هناك بس بقول له بدل الاي بي ادرس بتاع السيرفر هقول له الاي بي ادرس بتاع الراوتر والباسورد هي هي تمام فاذا ده كده الكونفجريشن ازاي بتاع التكاكس كلها من بعد الكي تمام سواء تمام انا بقول لك السهل اللي هو قاله اللي هو الادرس والايه والكي عشان واضحين جدا ايه بقى سنجل كونكشن دي الفكره في ان تكاكس بلس لما بيعمل اوثرايزيشن قلنا في عنده الاوبشن بتاع حته الكوماند يعني يجي تاني محمد المره دي بلاش عبد الله محمد كتب شوران يروح يسال السيرفر ها شوران يقول له اوكي بعديها محمد كتب كونفتي يروح يسال السيرفر اوكي ولا لا المشكله ان كل امر من دول بيروح يفتح تي سي بي كونكشن مع السيرفر وده بيبطئ الدنيا جدا الدي سي بي كونكشن تاني لازم ثري واي هاند شيك فاهمين القصه فلما بكتب سنجل كونكشن ده معناه بقول له بص حضرتك بلاش ايه كل شويه يعني محمد هيخش يكتب 10 اوامر ورا بعض افتح 10 كونكشنز دي سي بي ده حرام لا هو سنجل كونكشن
هو كونكشن واحد تمام، كل ما هتكتب امر هتبعته نفس الرساله بس محلل، لا جوه نفس الكونكشن ما بقفلوش واحد على واحد تاني، واضح؟ فده معنى ايه سيجن كونكشن. التاني طبعا ده البريفير، الطريقه المفضله بالنسبه لنا، وهي السيشن بالظبط، هي تي سي بي سيشن واحد، ده سنجل كونكشن اللي هو قصدي لما نيجي نعمل اوثنتيكيشن. This is the new way to configure the CAC server. يعني ايه؟ يعني هو في خطوه بيقول لك اديله اي بي ادرس وباسورد، هي الخطوه دي هنا كده صح؟ فعشان لو انت بتذاكر بتتفرج على حاجه او بتفتح كتاب او حاجه زي كده هتلاقي لسه في حاجات كتيره جدا شغاله بالطريقه القديمه. يعني سيسكو عندها بتعمل السي ال اي بتاعها غالبا لما بتطور فيه بتقول لك ايه دي الطريقه القديمه وفي طريقه ايه انا حدثتها دلوقتي افضل بكتير في الشغل فاشتغل بالطريقه الجديده. بس بتسيب الفتره الطريقه القديمه شغاله عشان الناس اللي متعودين عشان خاطر الكونفجريشن اللي مكتوب قبل كده وبتطبق على الجهاز. بس بتطلع لك مثلا تحذير لما تيجي تستخدم الطريقه القديمه تقول لك خلي بالك انا هسيبك تشغلها بس الطريقه دي هتتلغى، استخدم الطريقه الجديده احسن. واضح الفكره؟ اللي قدامنا دي واللي انا هقولها لك دلوقتي وهنطبقها هي الطريقه الجديده، انا مش عايز اشغل نفسك واقول لك ايه الطريقه القديمه بتشتغل ازاي، بس هوريك بس الفرق ان هو عبيط جدا. لما اجي هنا كده على احد الديفايسز هنختار مثلا R2 مش هو ده اللي كنا عاملين نطبق عليه؟ اوكي نجرب R2 واجي اقول له انا عايز اقول له تكاكس، لو رجعنا ثانيه تكاكس ايه زي ما شايفين مسافه سيرفر صح؟ تكاكس داش سيرفر دي الطريقه القديمه تكاكس داش سيرفر، وكنت بتدخل الكونفجريشن كله في سطر واحد. يعني هحط هنا الاي بي ادرس والباسورد والكلام ده كله في سطر واحد كده وانتر وخلاص. تمام بالظبط، هو قال لك لا الكلام ده كده منظر وحش قوي، تكاكس مسافه سيرفر تدي له اسم، ما كانش فيه اسماء هناك، ما كانش فيه اسماء اسماء تمام، دلوقتي بقى فيه اسم فده مثلا نسميه ايس. اوكي بس احنا هنستخدم ايس ودي سيرفر الديفايس كده، بس ده عندي انا ملوش دعوه بالنت خالص، ده عشان اميزه. ما انت اصلا المفروض ريدندنسي تعمل ايه؟ المفروض تعمل كذا سيرفر، يعني ريدندنسي المفروض تعمل ايه؟ كذا سيرفر. فاذا هنا تكاكس سيرفر ايس مثلا، وايه الامر اللي اقدر اكتبه؟ يعني فيري سمبل، ادرس ادخل اي بي ادرس، كي ادخل الكي اللي هو الباسورد بتاعتي طبعا، اكزيت ولود ما لهمش لازمه، بورت اكشولي تقدر تغير التي سي بي بورت اللي هو بيشتغل عليها، مش قلنا تكاكس بس ده تي سي بي؟ الديفولت از كام؟ 49. بس لو انت مغيرها عندك على السيرفر لسبب ما اتس اوكي تقدر تغيرها سكيورتي اكتر. بعد كده سند نت ادرس، ده طبعا لو انا ببعت عن طريق الانترنت وفي نت في النص ما لناش دعوه بيه. اه صديقنا اهو قلنا ده مهم اللي هو مين؟ سنجل كونكشن. وتايم اوت طبعا واضح من اسمه، هنتظر قد ايه ريبلاي، بمعنى انا لما ببعت اكلمه اللي هي الرساله اللي فاتت دي مثلا خد ما ردش عليا هصبر عليه قد ايه؟ ثانيه ولا 10 ثواني ولا احنا طبعا بنكونفجر الثلاثه زي ما هو عملهم، فهقول له ادرس اوكي، وتاني تلاقي في تو اوبشنز اي بي بي 4 ولا اي بي بي 6، هقول له اي بي بي 4 تمام. وبعد كده يقول لك دخل لي الاسم او الرقم طبعا 172 16 1 1 1 2 اه لو عنده تكبير لسه شغال يقدر تمام. الكي بعد كده وهقول له الباسورد ده الاي سي اس تمام. انا دلوقتي قلت لكم هشغل ايس انا ما شغلتوش حتى لسه، الاي سي اس قفل خلاص، الايس اهو نعمله باور اون لانه بياخد وقت برضه عقبال ما يحمل. اوكي ونرجع فين؟ اه تمام، يبقى دخلت الادرس اي بي بي 4 لاي بي ادرس كذا، المفتاح بتاعك ايه؟ ايس مش اي بشكل خالص، واخر حاجه قلنا هنعمل ايه؟ سنجل كونكشن. كل ما يجي يوثرايز يبقى جاي يفتح كونكشن، فده طبعا زي ما قلنا بيخاف، هو اصلا اوريدي هيبقى فيه ديلي، يعني انت حته انك تروح تسال السيرفر اي حاجه بالظبط، فتي سي بي 1 كونكشن ولا هنعمل بقى 100 كونكشن على 100 امر مش منطقي. تمام؟ فده كده الايه بتاع دوت، زي ما قلت الامر الثانيه ما فيهاش حاجه ايه مهمه، لو كتبت بورت تقدر تكتب اي رقم بورت انت عايزه هنا، تمام؟ الوقت نفس 60000، لو كتبت تايم اوت تايم اوت تقدر تكتب من 1 ل 1000 تمام؟ بسكندز وده الوقت اللي هنتظره قد ايه. بس انا كده عملت اول سيرفر، ممكن اعمل سيرفر ثاني اهو تكاكس اوكي سيرفر ونسميه ايس 2 مثلا اوكي وادرس اي بي بي 4 تمام. طبعا ده مش حقيقي فانا بكتب اي حاجه انا مش موجود اصلا، الكي بتاعه سيسكو ومش هكتب سنجل كوليكشن انا حاطه، فاهمين الفكره؟ انا بوريك بس مثال ان انا اقدر اعمل كذا سيرفر. هو بيقفل هو بيقفل هو لما لسه هنعمل حاجه اسمها جروب، يعني انا دلوقتي بروفايل بعرف السيرفر بس لسه ما ينفعش اقول له الامر بتاع تريبل اي استخدم السيرفر ده، بقول له استخدم حاجه اسمها جروب اوف سيرفرز. يبقى واخد بالبريورتي. لا بالاي بي ادرس مش برايورتي. الاي بي ادرس. مش كنت اذاكر اعلى ولا اقل.
بس بياخد درايف بس هنشوف الكلام ده لو لقينا فيه اوبشن واحنا بنكونفيجر الجروب هيبقى اوكي. بس حتى الان انا كونفيجر السيرفر كونفيجر اثنين سيرفر اهو قدامكم لكن لسه مش اي حاجه فيهم شغاله وما ينفعش اشغلهم حتى الان بالخطوات اللي انا عملتها اوكي. ليه؟ لان في خطوه الخطوه الجايه في الحقيقه هنا اوكي ان انا اوكي ده الريديوس نخش على ده انا بعد ما بعرف الجروب بتاعتي ديت اوكي سوري السيرفرز بتاعتي واعرف هنا راديو سيرفر. طيب تعالوا نعرف راديو سيرفر مره عشان هو عايز يدمجه في خطوه واحده واي نوت. برضه راديوس داش سيرفر يبقى دي الطريقه الايه القديمه. راديوس مشافه سيرفر يبقى دي الطريقه الايه الجديده. فهنسميه ايس برضه بس بقى باسم ثاني ايس مثلا ايه داش راد ولا حاجه. ده الايس اللي هو الراديوس مثلا عندي. وايه الاوبشنز المتاحه بالنسبه لنا؟ تعالى ثاني ادرس اوكي واضح الادرس بتاع ايه. حاجه اسمها اوتوميتد تيستنج ما نعرفش دي بتاعت ايه. حاجه اسمها الباك اوف باتن ما نعرفش برضه كي كي واضحه جدا هو ده ايه هيبقى الباسورد بتاعته. حاجه اسمها نون ستاندرد هي لها علاقه بالاتريبيوتس بتاعت راديوس مالهاش دعوه بيها ولا باك ولا ريترانسميت وتايم اوت طبعا ايه واضح. يعني الاوبشنز اللي زي ما انتم شايفين مختلفه خالص عن اللي ايه الثاني. فيها حاجات كتيره مش علينا بس في اوبشنز اكتر. ادرس بيقول لي ايه اي بي بي 4 تمام وهنقول له 172.16.1.1.2 بس هنا في اوبشنز ثانيه. ايه الاوبشنز الثانيه؟ ممكن ادوس انتر على فكره وخلاص اوكي ممكن ادوس انتر ادوس انتر مش مشكله لكن اكشلي في اوبشنز ثانيه مهمه ولازم تعرفها. هناك كان في امر اسمه بورت مخصوص لما كنا بتكاكس بورت 49 باي ديفولت مثلا. لا هنا لو عايز تغير البورت لازم تكتبها تحت بعد الادرس على طول. شايفين هنا اكونتنج بورت واوثنتيكيشن بورت. يبقى اذا راديوس بيستخدم اثنين بورت. خلي بالك التكاكس اللي بيفصل الخدمات كل واحده لوحدها بيستخدم واحد بورت تمام. لكن راديوس قال لك ايه انا بدمج اوثنتيكيشن واوثنتيكيشن مع بعض دول لهم بورت لان هي رساله واحده صح والاكونتنج هيبقى له ايه بورت ثانيه. فعشان كده تلاقي فيه حاجه اسمها اكونتنج بورت وهنا هتقول له رقم البورت كام واوثنتيكيشن بورت وهنا هتقول له رقم البورت كام. طب ليه ده مهم؟ ما هي دي الفكره بقى انا هجيب البورتس ديت منين؟ عشان كده انا بقول لك الامر ده مهم ليه؟ لانه هنا كاتب لك ديفولتس كام يا جماعه؟ 1646 هنا بيقول لك ديفولتس كام؟ 1645 جميل جدا. ده الراديوس القديم ممكن تفكر كده الراديوس الفيرجن القديم لكن النهارده الراديوس الجديد اكشولي بص هتلاقيهم كاتب هنا هتلاقيهم 1812 و1813. فهمت احنا ليه بقى بنكتب لك الامر ده؟ لانك غالبا لازم تغيره. تمام؟ طب اعرف منين والكلام ده كله؟ السيرفر نفسه لو دخلت على السيرفر نفسه هتشوف البورتس اللي كونفيجرد عليه ايه؟ السيرفرز اصلا معظم الوقت هتلاقيهم شغالين قدامه جداد يعني تلاقيه شغال فاتح 1645 146 وشغال 18 18 18 18. بس الافضل تشتغل على الايه؟ البورتس الجديده وتعود نفسك انك تشتغل على البورتس الجديده. بس طبعا ده كله كونفيجرابل من مين؟ من السيرفر. ولسه بيحمل هنا الايس لانه اتقل شويه من الثاني. بعد ما يحمل برضه هنفتح له جي اي ونشوف الايه؟ الاوبشنز بتاعته. لكن ده هنا راديوس سيرفر. نرجع تاني بقى نكتب الامر. هقول له مثلا الاوف بورت هي ال 12 يس اوف بورت هي اول واحده تبقى 12 وبعدين اقول له اكونت بورت تبقى 18 كام 13 وكده انتهى الايه الكونفجريشن كوماند بتاعي تمام. يبقى دخلت له الاي بي ادرس وغيرت الاوف بورت والايه والاكونت بورت. نيجي بعد كده للكي هقول له كي برضه ايس اساس هي دي الايه الباسورد بتاعتنا زي ما قلنا مش محتاجين اي اوبشنز ثانيه اكتر كده. بس نعمل واحد ثاني برضه اختراع يعني مش موجود بس نعمل واحد ثاني راديوس سيرفر اوكي ونسميه مثلا ايه ام بي اس اللي هو بتاع مايكروسوفت كان في واحد مايكروسوفت عندنا ولا حاجه يعني. وهقول له ادرس اي بي بي 4 وبعدين 1122 اي حاجه طبعا وتاني برضه اوت بورت 18 12 counting port 18 كام 13 الكي بتاعه مثلا ايه مايكروسوفت اوكي وكده انا عرفت الثاني سنه. واضح الكلام؟ يبقى كده عندي 2 تيكاكس سيرفر و 2 راديوس سيرفر تمام. طيب خلاص كده عملنا السيرفرز وموجودين عندنا حتى الان زي ما قلنا مفيش حاجه متطبقه اوكي. ليه؟ لان في الامر بقى اللي بيشغل الكلام ده كله الامر اللي لسه واخدينه وطبقناه قبل كده تريبل اي authentication login وزي ما قلنا بعد كده يا اما اكتب الديفولت مثلا لو عايز تعدل في الديفولت او عايز تعمل ايه مثلا جديده اتس اب تو يو تمام. فلو عدلنا في الديفولت مثلا هقول له ديفولت وين زي ما شفنا الطرق بتاعتنا المتاحه enable password line password local local case none وجربنا الكلام ده كله. المره دي بقى كل شغلنا هيبقى في كلمه مين يا جماعه؟ جروب. او جاي له جروب اوكي وهنعمل علامه استفهام هتلاقي في ثلاثه اوبشنز
يتقول له تكاكس بلس، يتقول له ريديوس، يتقول له وورد. ايه دوت؟ لو قلت له تكاكس بلس هيستخدم اول تكاكس بلس هوست، انا معرف له اثنين صح، هيستخدم اللي كلهم، يبقى عنده اي تكاكس بلس انت معرف اثنين او 10. لو قلت له ريديوس يبقى هيستخدم اول اي ريديوس هوست. تمام؟ واي ثينك ان هو بيشتغل بالاي بي ادرس الاقل، بس مش متاكد. فاذا لو كتبنا له كده مثلا جروب تكاكس بلس، يبقى انا بقول له اي تكاكس سيرفر عندك ايه استخدمه. واضح؟ طب لو عملت انس فاهم ايه ده؟ انت ممكن تعمل اوبشن تاني الليست، فاكرين دي ليست؟ فكده دي اول حاجه في الليست، بس هو جاي قايل له جروب والمره دي راديوس، ايه رايكم؟ وبعدين نعمل انس فاهم كل اوبشن لسه موجوده لوكال، وبعدين علامه استفهام، وبعدين انيبل علامه استفهام، اخره كده كام واحده كده اديتهم له انا؟ ادوهم قلت له تكاكس راديوس لوكال انيبل. حلو فاهم تاني اكتر من كده؟ فدي كده الايه؟ الاوبشنز تايب. يبقى قلت له تريبل اي اوثنتيكيشن لوجن ديفولت، ده ثابت كده عندنا لو انا هعدل في الديفولت ميثود، جروب تكاكس بلس، جروب راديوس لوكال انيبل. يبقى انا بقول له جرب اول حاجه لو سمحت اي تكاكس سيرفر عندك، بعد كده جرب الراديوس، لو ده فشل ما عرفتش توصل لولا تكاكس سيرفر من دول، جرب اي سيرفر من الاثنين الراديوس اللي عندك، لو دول فشلوا كمان خش على اللوكال، ولو ده مش موجود خش على ايه؟ على ايه؟ يعني خلي واحده للتكاكس مثلا، واحده للراديوس، واحده اعملها للكاش جروب. ممكن بس احنا مش علينا الكاش جروب، الكاش جروب دي قصه احنا مش علينا. ولو حصل ان هم بصين هيشتغل نفس الابلكيشن بالظبط. فزي ما قلنا حاجات سي سي ام بي. فاذا زي ما شفتوا انا كده شغال، والمفروض يعني لو السيرفر بتاعي شغال يبقى هيشتغل ايه كده تكاكس بلس. المفروض لو هو السيرفر بتاعي شغال. فطبعا اي دونت نو اكشلي ان هنا في ريتشابيلتي ولا لا، خلينا نتست كده 172 16 1 1 2 اوكي سكسس. بينج في بينج ما بيننا سكسس، وده الرقم اللي انا حطيته، وده معناه اصلا ايس كده اشتغل اهو، ايس لوجن موجود. ولو جينا هنا بقى وقلنا له كده اهو 172 16 1 1 2 ونعدل اتش تي تي بي اس كده اوكي واي واي على نجرب من كروم، ساعات البراوزر بيبقى هو اللي ايه المشكلة. طب نعمل بينج من الديفايس بتاعنا 172 16 1 1 1 2 اوكي دي كونكتيفيتي. ايه المشكلة؟ زي التاني برضه لازم يبقى فيه ايه؟ فيه لا مش لازم في الحياة العملية طبعا مش لازم، وانا يعني مجربه كتير قبل كده مش لازم، بس خلينا نعمل ايه نتأكد ان هو شغال مثلا. اوكي شو انترفيس اكيد شغال، احنا عملنا لها بينج فعلا 116 واحد 112 شغالة و ديفولت جيت واي. طيب اوكي بس ديفولت جيت واي برضه ما بيطلعش شو لاحظ الاول حتى شبه يعني حد كان بص على الهلب بتاعه تلاقيه شبه جدا البتاع دوت. طيب اقول لك شو ابلكيشن مشكله مش هفتكر اسمعهم على طول. اوكي شو ابلكيشن ايس بس كده ستاتس شو ابلكيشن ستاتس ايس running running بصوا في حاجه لسه initializing وممكن تكون هي ديت ايه ان مش مشغلاه. تمام هنصبر عليه شويه وبعدين نشوف ان هيشتغل ولا لا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ تيست بسيط جدا. ايه التيست بسيط جدا ده؟ انا قايل له هنا في الاوامر انك جرب تكاكس بلس، لو ما لقيتهمش خش على ايه؟ على الراديوس صح؟ طيب هو جاي عامل هنا كده اهو الويندوز اكس بي، انا مشغل فيه وين راديوس هنا اهو حلو كده. هقوم جاي عامل ايه؟ سيتنجز سيستم، وده الراديوس اي بي بديله الاي بي ادرس بتاع مين بقى المره دي؟ ده سوفت وير بديله الاي بي ادرس بتاع الراوتر. اوكي بقول له البورتات ودول باي ديفولت اهو 18 12 وكام؟ 18 13 يعني ده مش شغال القديم شغال الجديد. حلو جدا. والسيكريت كان هو عامله وين راديوس؟ لا انا عامله ايس عند الناس الثانيه صح؟ هقوم جاي قايل له ايه؟ لا خلي السيكريت ايه؟ رايس
ISE دوت اوكي. وبعدين هنا لو شايفين في يوزر نيمز وباسوردز موجودين عندنا في انا كنت عامل فيهم لوج اوبريشن موديفاي يوزر مش هجيبهم لك اصلا يعني انا عامل يوزر نيمز وباسوردز هنا موجودين ممكن تاد يوزر انت جديد في اي وقت يعني عملنا اد يوزر هنا كده ومثلا سميته ادمن والباسورد بتاعته سيسكو بس كده شكرا كده ادمن وايه وسيسكو بقول لك اد يوزر سكسسفلي عشان انا غيرت في الباسورد لازم اقفله اكشلي وافتحه تاني الباسورد دي تتطبق و اوكي لا لا سيبنا بس هو بيقول عنده مشكله في البورت بتاعته استنى كده change windows firewall settings خلاص طب ما انا اعمله اوف امال ايه مشكلتك بقى لا لا في الويندوز الجديد ده مهم جدا يعني لا سيبوا 2012 والله لما فتحت فايروال لا ايه السيرفر 2012 السيرفر 2012 لازم تقفله عشان الدنيا تشتغل معاك كويس اوكي انا سوري انا كده يعني سوري انا خرفت شويه الريديس اي بي ده الاي بي ادرس بتاعه هو مش بتاع الجهاز اللي هو هيكلمه تمام الجهاز اللي هيكلمه المفروض ان احنا بنقدم ليه مال ات يوزر كده اوكي سيتنج اوثنتيكيشن مثلا في اوبشنز كتير بس هو يعني برنامج عايز اقول لكم انه معمول مثلا سنه يعني حاجه قديمه قوي يعني سيستم مش عارف طيب هو غالبا بيعمل اوثنتيكيت كده من غير ما تاد له الكلاينت ولا حاجه بس هنجرب ادينا ايه هنجرب ازاي هو جاي له تريبل اي اوكي اوثنتيكيشن ومش هشتغل حتى بالديفولت لوجن وهعمل ميثود هنسميها ايه تيست اوكي وبعدين في التيست دي هو جاي له جروب radius تمام و local بعديها لا بلاش local خليها جروب radius بس يبقى انا بقول له هنا من الاخر في لسته اسمها تيست واللسته دي ما فيهاش غير حاجه واحده بس ما تعتبرش لسته حتى كده اللي هو جروب radius بعد كده اخش على اللاين bgy 04 واقول له لوجن تمام اوثنتيكيشن واكتب له ايه تيست يبقى انا كده طبقت اللسته تيست اللي هي ما فيهاش حاجه غير جروب radius طيب تعالى كده بقى نجرب نشوف لو عملت تلت ايه اللي هيحصل يقول لي دخل لي اليوزر نيم دخل له ادمن ودخل له سيسكو اوكي ده طبعا بطيء عقبال ما ايه ما يجيب ريبلاي ده لو نجح اصلا يعني ان هو يعرف يجيب ريبلاي اوثنتيكيشن فيل لا فشل خلينا نجرب في كونكتيفيتي لا ما جربناش دوت 16 1 200 انا اصلا مدخل الاي بي ادريس سوري انا كده مش مدخل الاي بي ادريس الصح خالص تو شو run good radius اوكي radius server انا عامل واحد اسمه ice وعامل واحد اسمه mps طيب نخش على ice ده نعدله نقول له address ipv4 كام 112.1.200 بدل 112 ده اللي هو بتاع win radius تمام ونجرب تاني telnet admin وبعدين cisco كده لما هتبدا وعد ما جه الاسم خالص. اه. الكونفيجريشن ما كانش فيه غير كيو سنجل كونكشن. كي هينجح كده ده هتدخله؟ ليه؟ لا ما انا قاصد يعني انا مبوظها. فكروا. ارجع بص كده الاوامر اللي انا كتبتها. انا كنت عامل سيرفر ريديس لا 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 بص انا مطبق بره خط الفي تي واي قايل له طبق الميثود ليست اللي هي تيست تيست دي ما فيهاش غير جروب ايه ريديس هتجرب الريديس سيرفرز طيب هو عنده اثنين ريديس سيرفر ام بي اس وايه وايس داش رايت حلو كده طيب ايس داش رايت انا دخلت عدلته قلت له ادرس اي بي في 4 كذا طيب ايه النقطه هنا اللي انا نسيتها او ما عملتهاش قلنا الادرس ده والكي زي ما هي سليمه البورت هنا باي ديفولت الهوست بورت كام القديمه اللي هي 16600 45 40 لكن انا هنا لا خلي بالك الكاونتنج بورت كام 18 13 حلو يبقى الادرس لوحده تغييره لا انا غيرت كمان الايه الهوست بورت والكاونتنج بورت عشان كده لقيت الكونفجريشن
كل حاجه. بقيت ما دي اوامر ثانيه. الامر ده اللي هو كي لكن اللاين نفسه ده لا بالظبط. لا لا لازم تاخد اللاين بكام. نجرب ثاني ادمن وبعدين سيسكو. لاحظ ان هو بيطول جامد وبيقول لك الاخر اوثنتيكيشن فيل. طيب هل في اي حاجه مثلا وصلت للراجل ده؟ الراجل ده لو عنده حاجه شفتوا الرساله اللي ظهرت user admin authenticate failed. عنده بس يقول لك authenticate failed المفروض. لا في بعديها دي اللي بعديها ولا ايه؟ reason unknown username. unknown username. طب ليه احنا مش عملنا ال لا سايب ليه احنا هو عليه بسيطه add user admin. Cisco. Okay. Add user successfully. I save all of them. I save database أصلاً. Okay. ونرجع هنا تاني. ليه في اليوم بتاعه؟ لا ده لو غيرت في settings بتاعه في اليوزرز لا. settings بتاعه هو حاجة واللي بتاع حاجة. هو كان عامل لي يوزر بس ما كانش عارف. فالرساله اللي طلعت المره دي يوزر ادمن ايه اوثنتيكيت. اوكي يبقى كان اشتغلنا ريديس ولا ريديس. شفت ازاي سهل جدا وبسيط خالص ان انت تطبقه او عايز تجربه زي ما انا جربته كده. ايوه انا بقول لك تشغل بتنزل بتاخد وين ريديس دوت احطه لكم على الفولدر اللي هو دروب بوكس احط عليه في الفولدر الابلكيشنز. ماشي بتقعد معايا هم ده لها فرقت عليا. هو انت فاكر معايش فرق؟ هو انت فاكر ان انا اول مره واقف معايا خلصت في 10 دقايق؟ ومش اول حاجه لسه بادئ. وبعدين اصلا احنا كنا ممكن نعمل حاجه ابسط من كده بكتير اللي هي ايه؟ اهو قلت لك ده هيبقى صديقك الاساسي. ديباج تريبل اي اوثنتيكيشن تمام؟ في اكشولي كوماند تاني بقى ممكن تعمله ديباج راديوس تمام؟ وتقدر تختار يعني كذا حاجه بس ممكن نقول له اوثنتيكيشن بس انا يعني اوريكم الاول ديباج تريبل اي مش بنعمل كده بس اوريكم تاني تالنت وبعدين ادمن وبعدين سيسكو ودخلت. ايه اللي حصل هنا بقى؟ بيك ميثود ليست تيست ما جابلكش اي حاجه. فين السيرفر وكلمت السيرفر مش هيجيب لك. لازم استخدم ايه؟ ديباج راديوس. انا عايز اشوف بقى المسجز بتاعت خاصة راديوس نفسه. راديوس ايه؟ اوثنتيكيشن. يقول لك اوه طلع لك لسته اكشلي ان هو عمل انيبل لحاجه اسمها بروتوكول ديباجنج كل دول اوف ديت كمان اون. يعني هو لوحده يختار لك ايه الحاجات اللي انت محتاج تشوفها. طيب يبقى نعمل كده عشان يبقى تشوفه. نرجع تاني تلت ادمن وبعدين سيسكو. ايه اللي حصل؟ كل ده حصل ما شاء الله. بس زي ما قلت نقرا بالراحه كده. الاول ده تريبل ايه بيقول انا جبت ليست. هنا بيقول له اسك يوزر نيم سند باكيت جيت يوزر اسك باسورد سند باكيت جيت باسورد. حلو جدا جابهم جميل خالص. ايه بعد كده؟ انترفيس اوريدي السيرفر اتريبيوت اكس او مش عارف ايه اوف كونفيجر ناس اي بي فيل. بص هنا بيست لوكال اي بي ادريس فور راديوس سيرفر از كذا. يعني ايه الكلام ده؟ هو ده الراديوس سيرفر صح؟ بيست لوكال اي بي ادريس يعني انا لما اروح اكلمه لازم احط له سورس اي بي. فكر فيه هستخدم يعني سورس اي بي عندي. انا عندي كذا اي بي انا راوتر فاللي هو الايه اللي طالع من الانترفيس بتاعي تمام. وده اكشلي نقدر نغيره يعني نخليه لوب باك برضه زي ما عملنا في اس ام بي لكن بستخدم ايه 10 1 1 2. جميل جدا. سندنج اي بي فيرجن 4 راديوس باكيت سند اكسس ريكويست ل 176 1 200 كولون كام 118 12 صح؟ اللي هو احنا غيرناه وقلنا فعلا ده ايه الاوثنتيكيشن بورت. حلو جدا. بعت له ايه بقى؟ بص الباكيت نفسها يوزر نيم ادمن البورت مش عارف ايه بورت اي دي كل ده ملوش علاقه يعني ده اللي اكشلي كونكشن بي تي واي كونكشن يعني مش بورت قصده اللي هو تي سي بي بورت يعني الاي بي ادريس بالظبط اللي هو ده بدل بي تي واي بتاعنا هو اصلا اسمه تي تي واي. اوكي ستارتد 5 سكندز تايم اوت يعني ايه؟ واضح ان التايم اوت بتاع الراديوس كام باي ديفولت احنا ما بعتلوش 5 ثواني. يبقى لو ما ردش عليا في 5 ثواني انا بعت له اليوزر نيم طبعا فين الباسورد ما بيجيبهاش يعني بصوا يوزر باسورد انا بعتها بس ما بيظهرلكش هو بعت لك بالظبط دي الحاجه اللي هي الانكريبت. وبعد كده جاله على طول رد الراجل ما لحقش ريسيفد فروم اي دي كذا 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 اكسس ايه اكسبت شكرا خلاص ادي خلص الايه قدامكم الديباج بتاع الراديوس. يبقى اذا لو انا كنت بطلب تشوف فعلا بشوف طب لو ما طلعليش اي حاجه من دي الراديوس نفسه مش شغال. لما طلع لك والتاني يقول لك انا حاولت ابعت له فين هي اهو هتلاقيها دي هيقف عند الخطوه دي لانه كان واقف فاكرين 1645
فهتلاقيه كتب ال 1945 ويقول لك مثلا نو ريبلاي، او هتلاقيه بقى رساله بتطلع ان الثاني بعت له ما ردش عليه، انا فعلا ما كنتش هرد عليك، انت بتتكلم على بورت غلط خالص. لو مش لاقي، لا يبقى اذا الديباج هيساعدك جدا، مش لاقي لايف ادرس ما ردش عليه، البورت غلط، هيوضح لك انت فين المشكله عندك كانت واقفه مع مين بالظبط. واضح؟ طيب يبقى ادي ايه؟ خلينا نعمل انديباج اول عشان ما نتعبش الراجل. ادي كده جربنا radius بسهوله جدا ببرنامج عبيط، يعني زي ما شفتوا 900 كي اللي هو اسمه وين radius. ما عملتش في اي حاجه، لو عايز تاني تابع انا عملت ايه بعد ما عملت له سيت اب سيتنجز سيستم، بدخل له الباسورد، بدخل له الايب ادرس بتاعه هو تاني عشان انا كنت غلطان وكاتب الايب ادرس بتاع الراوتر، ده ما بيحتاجش يعرف الايب ادرس بتاع الراوتر، الايب ادرس بتاعه هو. تقول لي هو مش عارف الكمبيوتر الايب ادرس بتاعه ايه؟ الكمبيوتر بتاعك عنده كذا انترفيس، تمام؟ فلازم تدخل له الايب ادرس بتاع الكمبيوتر، تمام؟ وبعد كده البورتات هو مدخلها باي ديفولت. يبقى لو انا لسه مسطب وين ريديوس ده من اول وجديد، وانا اكشلي اقدر اعمله بسهوله. ادي وين ريديوس اهو، اعمل له شيفت وديليت، هو اتمسح كده، بس ده ملوش سيت اب. قال لي ايه؟ بصوا هو فولدر كده اهو، رايت كليك اكستراكت، تمام؟ اكستراكت كده بس خلص اهو، فك وطلع الثلاث فايلات دول. بشغل ده، ادي اول مره اشتغل، ما عملناش فيها حاجه. اول مره شغلت عملت ايه؟ سيتنجز سيستم، الباسورد هو باي ديفولت كده، انا خليتها ايه؟ ايس. الاي بي ادرس باي ديفولت، ما عندوش طبعا حاجه اسمها باي ديفولت، فانا هحط له الاي بي ادرس بتاع جهازي انا، ودول زي ما هم الباقي سيبهم زي ما هم. اوكي خلاص، بيقول لك خلي بالك يو هاف تشينج سم امبورتنت كونفجريشن يو ماست ريستارت. حاضر، هقول له اكزيت واعمل عليه دبل كليك تاني، اشتغل. بعد كده بلس من هنا ده هياد يوزر هنسميه ادمن وسيسكو، وهقول له اوكي ونقول له سيف زي ما عملنا المره اللي فاتت، اهو داتا بيز اهي ولا حاجه بس خلاص كده. يعني كل الكونفجريشن انت محتاج تعمله، بقيت الاوامر كلها بتعملها زي ما كتبناها على مين؟ على الراوتر. يعني لو فعلا ممكن تعمله بس هو بقول لك امكانياته محدوده، الافضل لو انت عندك ريل انفايرمنت، وانت عندك مايكروسوفت ويندوز سيرفر اللي هو الام بي اس، نزل الام بي اس عليه وتشغل عليه ريديس. هو طبعا هيعقدك نفسيا في حياتك عشان تكونفجره، اسال مجرب يعني زي ما بيقولوا، تمام؟ لانه مايكروسوفت عندها بطريقه يعني انا مش شايفها يعني انتيوتيف قوي، بس هيشتغل، هتقعد تمشي ورا خطوات هيشتغل معاك، مش زي ده كده خلصت في 5 ثواني، لا اعمل حسابك على ساعه كونفجريشن. طيب تعالى يعني بص، عشان كاننا بنعمل الكلام ده من اول وجديد، انا دلوقتي على ار 3 اللي هو معلوش اي كونفجريشن خالص سكيورتي، هتست بس ان انا بعرف اعمل بينج 200 تي بينج. فانا من اول خالص اول حاجه بعمل ايه في تريبل اي؟ تريبل اي نيو موديل. حلو كده؟ يعني خطوه تمام تريبل اي اوثنتيكيشن، لا احنا دلوقتي عايزين سيرفر، يبقى قبل ما اخش اقول له امر اوثنتيكيشن ما هو مفيش سيرفرات صح؟ ده اجباري، وكان في حاجه زمان اسمها اولد مود، بس هو اكشلي تريبل، يعني مفيش حاجه اسمها تريبل اي حاجه ثانيه. يعني هو لازم تريبل اجباري تريبل اي نيو مود غصب عنك. يبقى زي ما قلت هنعرف الراديوس سيرفر، راديوس مسافه سيرفر، مش عايز الطريقه القديمه، اوكي؟ وهنديله اسم راد واحد مثلا اي حاجه، ودوس انتر، وبعدين ادرس اي بي في 4، وبعدين 172.16.1.200، وزي ما قلنا بقى عشان ما ننساش ان ايه الاوس بورت بتاعته 18.12 و سوري الاكونتنج بورت 18 كام؟ 13. انتر بهذا الشكل، انا كده عرفته. الكي انا عامله ايس، رغم ان هو مش ايس بس ماشي، ده ويندوز راديوس، وكده ده المفتاح بتاعه، مفيش اي اوامر ثانيه. كده عرفت سيرفر اللي هو الايه؟ الراديوس. بعد كده بقى نقدر نكتب الامر تريبل اي اوثنتيكيشن. لا ده التي سي الثاني، بس اللي هو التكاكس اللي عنده كونكشن، ده يو دي بي مش اصلا كونكشن، تمام؟ فهقول له تريبل اي اوثنتيكيشن لوجن ديفولت، هستخدم الديفولت، مش عايز اوجع دماغي واخش اكتب امر ولا حاجه، لا هي الديفولت، شكرا على كده. الديفولت حاضر، والديفولت دي هتبقى ايه؟ هقول له جروب راديوس بس كده، بقول له لوكال بالمره، يلا عشان يبقى عندك باك، استغل بقى خطوات تريبل اي صح، تمام؟ انت عندك ايه لوكال، يعني اللي بيحصل كده في الحاله عندك، بصوا يوزر نيم مثلا ادمن اوكي سيكريتس سيسكو، بعمل يوزر واحد بسيبه على الجهاز، بيبقى طبعا مع البيج بوس يعني ولا الناس كلها، لوكال احتياطي، تمام؟ يعني المفروض ده ما يستخدمش خالص، واليوزر نيم والباسورد بتوعه مش غير مثلا غير مع مدير الاي تي، فاهمين القصه؟ يبقى عبد الله محمد محمود اي حد فيكم عايز يخش على البتاع دوت اس اس اتش على الديفايس بتاعنا هيشتغل عادي خالص. اول حاجه ايه؟ جروب راديوس. فقط في حاله ما السيرفر يقع، او لو حاطط اثنين سيرفر الاحسن، لو الاثنين سيرفر وقعوا ولا حاجه هيلجا لمين يا جماعه؟ لللوكال داتابيز، تمام؟ واللوكال داتابيز دي ساعتها لو وقعت سيرفرات مين بس اللي هيخش؟ الزعيم بقى بتاعنا اللي هو معاه اليوزر نيم والباسورد دول، تمام؟ يعني احد الطرق اللي ممكن تطبق بيها هذا الموضوع. طيب
طيب كده خلاص خلاص كده تمام مفيش اي مشاكل خالص. المفروض ان احنا نقدر نتست دوت بسهوله. لو جيت مثلا من ار 1 هو ده اللي عاملين نعمل منه تلت، هقول له تل نت بس المره دي على 10.2.2.1 ده اللي هو ار 3. بيقول لي دخل لي يوزر نيم، هقول له ادمن وهقول له سيسكو. دخلت ولا ما دخلتش؟ ار 3 نفس اليوزر نيم والباسورد اللي السيرفر هو متخزن عليه، وار 3 دلوقتي شغال تريبل اي. ولو قلت له شو اكشلي تريبل اي سيشنز، وريني السيشنز المفتوحه، هتلاقي الراجل ادمن داخل اهو عندي، وداخل من 10 اي 1.1.1 يعني تريبل اي شغال وموجود بعد كده. هو لما جه هو انا الخطوات بتمشي ازاي؟ الحد بيتصل بيا وبيطلب مني اس اس اتش. انت قايل لي ان الخط دوت شغال ايه؟ باي ديفولت اول ما تقول له تريبل اي موديل شغال تريبل اي وشغال على انهي ليست؟ انا ما قلتلوش. يبقى الليست مين؟ الديفولت. راح بص على الليست الديفولت لقى فيها اول حاجه ايه؟ بيجرب اول حاجه جروب راديوس. انا عندي كام راديوس سيرفر؟ هو في جير واحد غلبان. بقوم جاي رايح مكلمه. زي الخطوات اللي انت شفتها دي بقى. رد عليا قال لي اكسس اكسبت بيطلع لك المواجهه. سريع يعني حصل معانا بسرعه ما خدش وقت كبير يعني. تمام؟ فادي كده الايه البتاع وهو شغال راديوس بدون اي مشاكل. طيب نشوف الاستاذ ايس كده عشان اوريكم التكاكس كمان بالمره، هل اشتغل ولا لسه محتاج نعمل له ريلود مثلا ولا حاجه؟ هنشوف دلوقتي هيبان. اوكي دلوقتي بيقول رانينج بيبقى مسهل. نرجع لهنا تاني تصدقوا لوحده يعني اشتغل اهو. ادي الانبوت بتاعه نقول له اليوزر نيم والباسورد بتاعنا ونعمل لوجن. تلاقي بقى شكل تاني خالص يعني بتاع الاس اس ده اي كلام. ده بقى حاجه حديثه جدا. الاصدار ده تقريبا بتاع 2016. الاصدار اللي قدامكم ده 2016 وحاجه مختلفه خالص. بس ده تحذير ان دي فالويشن وبيقول لك خلي بالك يعني ايه فاضل لك كام يوم يخلص والكلام ده كله. احنا نقول له اوكي شكرا. هنا بيقول لك فاضل لك كام يوم هو مش 100 هو بيقول لك يعني فاضل لها اقل من 120 اللي هو الديفولت 120 تمام. و do you want to run the setup assistant؟ انا هقول له نو يعني اساسا انت ايه اول مره شغال او حاجه كده فبيقول لك بقى عايز السيتاب اسيستنت والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين حاجه مختلفه خالص في الشاشه بتاعته في الشكل اكشلي دي الويلكم سكرين بتاعته. تلاقي فيها متريكس عنده كام اند بوينت، عنده كام واحده اكتف، في كام اوثنتيكيتد جيست، كام بروفايل اند بوينت، بوستشر اللي قلنا عليه دوت، الاوثنتيكيشن مش عارف باست زيرو فيلد واحد، ادي شويه الارمز، سيستم سامري، مش عارف توتال ايه البروفايلر اكتيفيتي، البوستشر قصه طبعا يعني اقول لك ده كورس عايز كورس لوحده انك ايه تعمله. بس الفكره مشابهه بايه؟ لو دخلت ادمنستريشن تمام هتلاقي في نتورك ريسورسز ونتورك ايه؟ ديفايسز. لو دوست على نتورك ديفايسز كده ادي الاستاذ ايس وانا اكشلي اوريدي ادمين ار2 شايفينه؟ ار2 اهو والاي بي ادرس بتاعه. يبقى دي اول خطوه. ثاني خطوه بعد كده بنقول له ايدنتيتيز مش يوزرز بقى اسمهم هنا ايه؟ ايدنتيتيز تمام؟ وفي ايدنتيتيز للاند بوينتس اللي هي الاجهزه نفسها بيبقى ليها ايدنتيتي الكمبيوترز بالماك ادرس بتاعها باللابتوبز الموبايلات كل حاجه بتبقى موجوده هنا. بس احنا طبعا هنفوكس على مين؟ على اليوزرز. وانا اوريدي عامل لا 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 هو بيقدر يعرفهم يعني بيقدر يجمعهم تمام. ايس يوزر انا عامل واحد اسمه ايس يوزر اوكي هنشوف الباسورد بتاعته غالبا سيسكو بس هنشوف يعني اوكي ده اليوزر اللي انا عامله. يبقى انا عامل ايه؟ واحد اد للنتورك ديفايس وعامل اد لايه؟ لايدنتيتي اللي هي يوزر. طبعا زي ما انتم شايفين في كميه الحاجات دي وسيستم لو حضور الانصراف عباره عن ان انت بتلوجن على الجهاز بتاعك وتلوج اوت من الجهاز بتاعك اوكي. بس هي الحضور والانصراف اللي انت بقى شغال في المكان نفسه اكتيفيتي طبعا لا. هل ممكن تربطه بالجهاز بتاع البصمه؟ اي ثينك المهم الاجهزه البصمه بقى الحديثه اللي هي بتوصلها بالنتورك اوكي مش جهاز البصمه العادي يعني موصله بالنتورك و يعني في سيرفر بيبعت عليه الداتا يعني فاهمين فاكر فيها؟ القديمه قوي بيخزنوها مش فاكر على كانوا بيحطوها على الفلاشه ولا يعني قصدي بتخزنها في الجهاز نفسه مثلا او حاجه زي كده وتقدر توصله بعد كده بالكمبيوتر تاخدها. الحديثه بيبقى متوصلين بنتورك يعني عندك كذا جهاز بصمه متوصلين بنتورك ويروحوا يبعتوا الداتا بتاعتهم على سيرفر مثلا سوفت وير معين لا قصه فممكن تربط الدنيا ببعضيها اي حاجه فيها سكيورتي تقدر تتربط ببعض لان عندنا حاجه اسمها الايب هنشوفها في اخر الشابتر بيقدر يظبط الموضوع ده. EAP. طيب زي ما انتم شايفين في حاجات ثانيه زي ديفايس مثلا بي واي او تي مش عارف ام دي ام اللي هو موبايل ديفايس مانجمنت في كميه حاجات موجوده وده كله تحت ادمنستريشن بس اصل القصه كلها هنا في اوبريشن. بص تقدر تشوف راديوس لايف لوج تكاكس لايف لوج ريبورتس ايه اللي بيحصل عندي ترابل شوت ادي البوليسي ايه البوليسي بالنسبه للاوثنتيكيشن والبروفايل كلاينت بروفيجننج اوثرايزيشن بوستشر بوليسي المنتس ايه الالمنتس بتاعتي الجيست عاملين له حته مخصوصه كامله الجيست وبعدين اخيرا حاجه اسمها ورك سنتر
ده اكشلي كونكشن لخدمه ثانيه خالص من سيسكو اسمها تراست سيك او تراست سكيورتي، يعني قصه يعني واضح ان هو حاجه كبيره. بس لو انت هتعمل على فكره الخطوات بتاعتك فيري سامبل، اوكي انك تمشي الخطوات، انا عملت جهاز وعملت دوت اخيرا، يعني اكشلي عايز تعرف الخطوه اللي بعد كده اللي بخش على بوليسي تمام واوثرايزيشن، وبنعمل بوليسي هنا. انا مثلا عامل ايه بوليسي معينه تشتغل بهذا الشكل، ان انت تديله ليفل 15، يعني لو بصيت عليها ركزت ان انا هديله البريفليج ليفل 15 مثلا، فاحنا مش علينا الاوثرايزيشن كده كده قوي بالتفصيل يعني. فاذا لو جينا بقى نجرب هذا الكلام الايه دي فوق هنا مكتوب عليها ليه، اوكي لو عملت كده هيقول لك ايه تمام، your connection to the site is not private, stop using an invalid certificate. تمام لو دوست على ديتيلز او قريت الكلمه دي هيبقى واضح جدا. يعني لو دي تخش هنا بتستخدم حاجه اسمها سيرتيفيكت، لسه هنتكلم عنها في الشابتر اللي هو النظري، لكن السيرتيفيكت دي بيقول لك غلط. طب ليه ايه القصه؟ هو يعني هو الكلام صح لو مش اي حاجه، بس في حاجه اسمها سيرتيفيكت. الايس دوت لما انا جيت اكلمه هنا الراجل ده فالكمبيوتر بيكلمه HTTPS لازم يبقى في سيرتيفيكت، فاداله سيرتيفيكت، بس السيرتيفيكت دي مضروبه بالاخر، مش مضروبه يعني مزوره على حاجه، لا هي المفروض البراوزر ما يقتنعش بيها. بس برضو انت هنتكلم على الكلام دوت يعني ايه معناه بالتفصيل في الشابتر بتاع الانكريبشن، اوكي فده طبيعي ده المفروض يحصل اكشلي، مش معناها حاجه غلط. طيب اوكي بقى كده شفنا تمام، تعالى بقى نجرب الكلام دوت على مين. اوكي نعمل هنا اكزيت، هنرجع ل R3 هنا ونعمل ايه بقى المره دي، نعرف تكاكس سيرفر، هقول له تكاكس سبيس سيرفر ونسميه بقى ايس، اوكي وبعدين نديله ادريس IPv4 ده هيبقى 172.16.1.1.2 تمام، زي ما قلنا سنجل كونكشن والكي بتاعه ايس، وكده عرفت الايه التكاكس سيرفر. حلو كده، هنعمل بقى لسته ثانيه بدل ما نعدل اللي هي الاساسيه مثلا بتاعتنا، ممكن نعمل لسته ثانيه بسهوله تريبل اي اوثنتيكيشن لوجن بدل ديفولت هنسميها تك صار تكاكس يعني، واقول له جروب واقول له ايه تكاكس بلس وبعدين برضو ايه لوك. واضح القصه؟ تمام يبقى دي كده الليسته. هل اتطبقت؟ لا لان هي مش اسمها بتاع دوت، فهنقول له لاين بي تي واي 04 وهنقول له لوجن تمام اوثنتيكيشن وتك، ده اسم الليسته بتاعتي كده. لما حد يخش بي تي واي هيقول له استخدم جروب تكاكس بلس الاول، ولو فشلت تستخدم ايه؟ انه جروب التكاكس بلس ما فيهاش غير سيرفر واحد اسمه ايس المفروض، والادرس بتاعه هنا كده بهذا الشكل، والمفتاح بتاعه هنا وزي كده. تعال نجرب نروح تاني نعمل تيلنت، يقول لي دخل اليوزر نيم، اوكي اقول له ادمن والباسورد سيسكو دخل، اوكي مش المفروض يخش، مش المفروض يخش ليه؟ ان انا مش عامل يوزر هناك على الايس اسمه ادمن ولا اي ولا سيسكو الباسورد بتاعته. طيب تعالى نشوف ايه اللي حصل، هنقول له ديباج المره دي بقى ايه؟ تكاكس وبعدين اوثنتيكيشن بار تمام، حلو جدا. نروح لار 1 اكزيت، هنعمل برضه ديباج سوري برضه اللي هو تريبل اي اوثنتيكيشن عشان ده بيطلع مسجات، ده بيطلع مسجات ثانيه. حلو وبعدين بص كده ونرجع ثاني نعمل تيلنت، اوكي ادمن ليتس جو وده هنشوف اللي حصل هنا في الخلفيه. ما انا بقول لك بقى هنشوف دلوقتي هو فشل في ايه تمام. البيك ميثود ليست ايه؟ اولا هنا كانت بتطلع ديفولت، لا المره دي قال لك ايه تاك، فعلا ده اللي انا عايزه. الليست اللي انا عاملها مسميها تاك فاكرين؟ حلو. كيو ان تريبل اوثنتيكيشن ريكويست 14 فور بروسيسنج لونجر تايمر ستارت بروسيسنج اوثنتيكيشن ريكويست ستارت يوزنج سيرفر مين 116.1.112 تمام اوكي. جات ايميديت كونكت رايت تو 116 فيلد ويز ايرور نمبر مش عارف ايه، واضح انه حاول يكلم 116.1.112 فشل. فهمنا بقى ليه؟ دخل ادمن وسيسكو لانه ما عرفش اصلا يكلم المين السيرفر. طيب اوكي يبقى نترابل شوت بالراحه كده، بينج 172.16.1.112 اوكي الكونكتيفيتي. طيب يبقى ايه اللي ممكن يكون عامل لنا مشكله؟ لا ده بورت 94 ده كله باي ديفولت، انا بجرب البينج من الناحيه الثانيه انا متاكد ان هو شغال. اوكي 172.16.1.2 او اصلا ثاني سوري 10 كام 2.2.1 ده اللي هو R3 اوكي سكسس، اذا في كونكتيفيتي صح؟
طيب بالراحه نبدا ليه نضرب الشوت. انا من الناحيه دي كل الاوامر اللي كتبتها المفروض بسيطه خالص وسيمبل. الراجل بيقول لي مش عارف اوصل للسيرفر او بيقول لك actually failed، يعني هو ما قالش مش عارف اوصل له، failed with error 275، error number 275. طبعا لو انا دخلت دلوقتي بقى وايه عملت سيرش على الانترنت او لسيسكو نفسهم، المفروض دوت اللي هو ايه اشوف الايرور دوت بتاع ايه. بس انا عشان لو فكرت بالراحه كده ممكن يجي في دماغك حاجه، انا هنا الراجل دوت عملت عليه ايه؟ ثلاث خطوات كونفيجريشن. ايه هم؟ بدخله الديفايس، بدخله اليوزر نيم والباسورد، وبعدين بعمل البوليسي. لو البوليسي اللي فيها المشكله هيبان جدا، لان الرساله اللي هتطلع هيبقى فيها مشكله ايه؟ فاهمين الفكره؟ يعني انا كلمته ورد عليا وقال لي لا مثلا. صح؟ لو اليوزر نيم والباسورد اللي فيهم مشكله برضه هيقول لي اليوزر نيم ده غلط، لا الباسورد، يعني فاهمين القصه؟ هيقول لك حاجه بس واضح ان في مشكله ثالثه. ده كده اليوزر نيم ما فيهوش حاجه والبوليسي ما فيهاش حاجه. يبقى فكر ترابل شوتنج يبقى الديفايس. وفعلا لو افتكرته لما انا دخلت على الادمنستريشن قلت له نتورك ديفايسز، انا معرف له ديفايس اسمه R2 والاي بي ادرس بتاعه 10.1.1.2، وده بقى مش وين راديوس اي حد بيكلمه بيفتح، لا تمام بالظبط. الاي بي ادرس اللي انا بكلمه بيه اللي هو بتاع R3 ما هواش R2 طبعا وما هواش 10.1.1.2، صح كده؟ يبقى لازم اعمل له ايه؟ اد الاد ديفايس اهو زي ما انتم شايفين، هنقول له اسمه R3 تمام. الاي بي ادرس بتاعه هيبقى 10.2.2.1. هو ده لا لا عايز الار تاني، ماليش دعوه انت بتعمل كونكشن ليه، انا يعني تصور ان انا بعمل كونكشن من ويندوز اكس بي هنا، خلي بالك يعني الاس اس اتش نفسه كونكشن اللي انت بتعمله او التلنت كونكشن اللي انت بتعمله ممكن نعمله من هنا مش مشكله، فاهم الفكره؟ يعني انا مش انا بعمله من راوتر عشان خاطر اسهل على نفسي بس، لكن انا المفروض اعمله من هنا. في هنا باتي مفيش باتي، ممكن نجيب باتي ونشغله من هنا يعني. بس انا الفكره عشان تعود نفسك كده، الار 3 هو ده الكلاينت اللي بيكلم السيرفر. مين اللي انا عامل عنده لما اقول له شو تريبل اي هنا اللي هم ميثود ليست واوثنتيكيشن تمام؟ مين اللي عامل انا عنده الليسته اللي اسمها تاك اللي بقول له استخدم تاكاك سباس هو ار 3 اوكي؟ خلي بالك يعني ار 1 اصلا انا بقعد اعمل منه تيل نت دوت، انا ما عملتش عليه اي كونفجريشن سكيورتي خالص، انا بعيد عن الموضوع. فكر ان ده بي سي، يعني فكر ان هو بي سي بالظبط، اللي انا عايز اعمل عليه كونكشن هو اللي الكلام بالظبط هو ار 3 دوت. فاذا انا محتاج اد ار 3 دوت زي ما انا قلت له شو اي بي انترفيس بريف هنا، ده الاي بي ادرس بتاعه اللي هيتكلم بيه هو 10.2.2.1 لان ده الاقرب. فاذا لما نرجع للاي اس هنا اهو قلت له انا اوريدي 10.2.2.1 واديت له اسمه اوكي. ممكن تعرف حاجات ثانيه زي ما انتم شايفين هنا، انا بس هقول له لا احنا هنشتغل ايه معاه؟ تكاكس، شايفين في راديوس واس ال بي وتراست سيك قصه يعني تكاكس والشير سيكريت ما بيننا ايه يا جماعه؟ ايس. قلت له شو هتطلع لك هنا اهو، انا كتبتها ايس اي كابيتال. انيبل سنجل كونكت مود ده اللي احنا عايزينه ولا لا؟ احنا عاملين سنجل كونكت صح؟ ليجاسي ولا خليك سيبل ديفولت، يعني مش هنخش في تفاصيل ايه ليجاسي ودرافت مش عارف مين، وقوم جاي له سبميت. حلو كده دلوقتي النتورك ديفايسز اللي موجودين عندي اوكي. ليه انت رحت ليه؟ ما انا قلت لك عملت لك سبميت. معرفش ما عملوش سيف ليه؟ ار 3 10.2.2.1 تكاكس ايس سبميت سيفنج كده اتعملوا سيف. اوكي لازم نصبر عليه شويه يعني. البوت بتاعه ده بالفيرتشوال ماشين بس والديفايس عندي اوكي. بقى ار 3 كده موجود دلوقتي. تعالى نرجع هنا كده ونجرب تاني بقى من الكلاينت بتاعنا، قلنا ده مجرد بي سي بعمل منه تيلنت اوكي ونشوف اوكي. انا اكشلي هدخل ادمن برضو وسيسكو وبرضو دخل اوكي. تعالى نشوف هنا بقى الترابل شوتنج ايه برضو. ايرور نمبر 257 هو نفس الايرور اي نوت كونكتد. اي نوت كونكتد يت اي نوت كون رايت تو كذا فيل application start packet processing the reply packet. اوكي يعني جات له reply packet يعني هو الرد عليه من هنا. طيب ايه الحل التاني اللي انا ممكن اعمله؟ اروح للراجل ده نفسه اشوف لو حصل عنده اي حاجه منين؟ لو رحت هنا تلاقي حاجه اسمها radius live log وتكاكس live log. احنا شغالين تكاكس اهو. لو فتحت تكاكس live log ده كده ده بيقول لك يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي حاليا عند الجهاز بتاعنا اوكي. ولو اكشلي بتعمل غير تكاكس لايف لوج، احنا مش بنعمل حاجه دلوقتي. لو رحت الهوم بيج دلوقتي المفروض انه يبان هنا في الريبورتس اللي بتطلع على الهوم بيج. هو طبعا بيقعدوا يحملوا شويه كده اوكي، لكن لو فتحنا
اسر 1 مينيت ريشن شيلز كل دي اللي هي الحاجات اللي موجوده عنده. لا دي بيقول لك ايس اوثنتيكيشن الى اكتيفيتي لما تدوس عليها، ما دي من اول ما يفتح من قبل ما يعمل اي حاجه، دي متسجله من عنده من قبل كده يعني. لا هو بيقول على دي، دي اللي هي من لسه المهم انت جوه بيقول ايس اوثنتيكيشن ان اكتيفيتي، يعني بيقول لي من الاخر ما عاد ما حدش كلمني، ما حدش بيكلمني ليه تمام. واللي من 1 مينيت جوه برده كونفيجريشن تشين عشان انا غيرت الكونفيجريشن، لكن لو بصيت مش هتلاقي في حاجه اسمها اوثنتيكيشن فيلير، وهنا اكشلي هي الاوثنتيكيشن ما فيش حاجه منهم ايه موجوده، فواضح ان في مشكله في الايه الكونكشن. في واحد فيهم بيتكلم عايز يعمل اللي هو لا احنا عملنا هنا سين كولكشن، هو نتورك ديفايسز لما عاملين الاستاذ ار سي لو بصنا عليه كده احنا عاملينه تحت سينجل كولكشن وليجاسي بوت وعاملين الاي بي ادرس صح. تاني عاملينه سينجل بوت، هو بعدين سينجل بوت دي هتاثر في الاوثرايزيشن مش هتاثر في الاوثنتيكيشن في الاول، اللي هو بيفتح وان كولكشن كده كده لو ما بيوصلش وما بيعديش حتى مرحله الايه الاوثنتيكيشن عشان يخش في الاوثرايزيشن اساسا. طيب اوكي في كوماند ثاني ممكن نستخدمه تيست تريبل اي جروب، وبعدين بنقول له كات بلس، وبعدين بنقول له اليوزر نيم، اليوزر نيم بتاعنا مثلا ايفر، انا بعمل اي حاجه غلط اديني فكره، والباسورد وبعدين ليجاسي كوماند تمام. بيقول ايه تيست عشان تبقى فاهم تريبل اي جروب ده كات بلس، وبعدين بدخل يوزر نيم باسورد ده يعني اول بتاع ده ده اليوزر نيم وده الباسورد، وبعدين بدخل له كلمه ليجاسي عشان خاطر ده نوع الكونكشن يعني. بيقول لك attempting authentication test to server group to cat plus into cat plus no authoritative response from any server، يعني فيش ولا سيرفر ايه رد عليا ولا عبرني، وادي هنا المسجز اللي طلعت في اللي حصل في الخلفيه اليوزر كذا اوكي مش عارف ايه authentication file اليوزر ده كانه بيخش النام يعني. بيتست دوت بيقول له لو انا بعت دلوقتي من قبل ما حد يخش ويعمل اس اس اتش ولا حاجه انا عايز تيست، فاهمين الفكره؟ انا قاعد على الجهاز دلوقتي بعمل له كونفيجر مش عايز اخرج منه واعمل تيست انا بنفسي. هو ادمن ده بيخش عشان خاطر انا اللي حاطه هنا، انت فاهم الفكره ايه؟ لو قلت له شو ران انكلود انا ما فاهم انا عايز اشوف ايه ده مش هيعمل هيعمل نفس النتيجه اهو. لو عملت هنا كده اهو ادي ادمن اهو زي ما انت بتقول، ودي هتبقى الباسورد خليها سيسكو دوس انتر نفس النتيجه، لان هو انا بحاول اكلم السيرفر يعني ده مش تريبل اي، فاهمين الفكره؟ ده مش بيمشي بالليسته، لا انا بقول له كلم التكاكس سيرفر بلس. لا 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 خالص فبقول له كلم التكاكس سيرفر بلس، بيقول لي انا مش عارف نو اوثوريتيف ريسبونس، دي معناها ان انا مفيش سيرفر رضى يرد عليا. هنشوف الكونفجريشن بتاعنا تاني بتاع حاجه نشوف في حاجه غلط ايه، مش هنطول اكتر من كده يعني ممكن اقعد ترابل شوتها بعدين. بس انا عامل تاك الجروب تاكاكس بلس اول حاجه، ولو فشل يخش ايه لوكال، ده كلام جميل، وده اللوكال يوزر اللي انا عامله، وبعد كده عامل تاكاك سيرفر ايس وده الاي بي ادرس بتاعه ودي الكي بتاعته وسنجل اي كونكشن راديوس، طبعا مالناش دعوه بيه ده التاكاك سيرفر الوحيد اللي هو بيعمله، هو فعلا قال لي ان هو ايه بيستخدمه. وبعدين مش عامل تريبل اي نفسها فين عامل تريبل اي اشكلها جروب تاكس بلس لوكال اوكي، يبقى المفروض كده اللاين بي تي واي تحتيه هي انه لوجن تكا اوثنتيكيشن لوكال، المفروض الاعراض بتاعتي كده سليمه، بس زي ما قلت هو في حاجه ممكن تكون في الايز غالبا لان احنا الاعراض بتاعتنا سليمه، ف يعني هوريها لكم المره الجايه. هنشوف انا انا في البيت قلت لك جرب وين ريديس، يعني هو وين ريديس مش محتاج اي حاجه، ممكن تنزله على الجهاز بتاعك انت نفسه بره هنا او تنزله في فيرتشوال ماشين زي ما انا عامل فونز اكس بي، برنامج عبيط جدا زي ما بقول لكم 500 كيلو ولا حاجه، وهحطها لكم كده كده على ايه على الصفحه عشان تجربوا اوكي. او ممكن تجربوا اكشن في باكيت تريسر، يعني ما تعرفوش ان هو هنا فتحت بي تي اي والشابتر بتاع شابتر 3 بتاع شابتر 3 كونفيجر تريبل اي اوثنتيكيشن اون سيسكو راوترز، هو عنده سيرفر جوه باكيت تريسر مشغله تريبل اي وريديوس وتكس والكلام ده كله، عايز انك تجرب الاوامر ايه السامبل بتاعت تريبل اي على على الراوتر مثلا بتاعنا، السيرفر نفسه مالكش دعوه بيه، السيرفر زي ما انتم شايفين طبعا هتلاقوه ايه سيرفر زي كده، ده مثلا راديوس سيرفر ازاي تحت سيرفيسز تريبل اي هتلاقيه انيبلد اون،
وشغال راديوس يو اهو انا معرف له ار 3 الايباد بتاعه كذا راديوس ودي الباسورد بتاعتنا ومعرف له تحت اليوزر نيم ادمن 3 والباسورد كذا. وهنا داتا كاكس لو رحت تاني السيرفيسز واخترت تريبل اي هتلاقي برضو معرف له الار 2 ككلاينت وقايل له الباسورد بتاعتنا كذا وده اليوزر نيم والباسورد اللي احنا ايه عاملينه. فلو مشيت اكشلي في دوت المهم الكونفيجريشن نفسه بتاع ار 2 تمام الاوامر بتاعته هتشتغل ازاي لان انا مش ما اعتقدش ان هو عنده اوكي انيبل سيسكم لازم نرجع له نشوف الباسورد بتاعتنا سيسكو ام باس 55 ماشي سيسكو ام اوكي لو كتبنا كده كونف تي الحاجه بس اللي ممكن تختلف لما تيجي تطبقه هنا ان مفيش الطريقه الجديده اللي هو تكاكس مسافه سيرفر تكاكس داش سيرفر لو عملت هنا انت هتلاقي بيقول لك ايه هوست وبعدين تدخل له الاي بي ادرس بتاعه وتقريبا طبعا هدخل حاجه غلط كي وبعدين تدخل له الايه الباسورد بتاعي تمام سطر واحد كده مفيش سنجل كونكشن ولا حاجه هو الامر طبعا هيجي فيه سنجل كونكشن بس يعني دي الفكره بدل ما دخلناه في ثلاث سطور بيخشوا فين في سطر واحد لكن بعد كده لو شغلت تريبل اي نيو موديل و تريبل اي اوثنتيكيشن تمام لوجن وعملت مثلا مثل الديفولت تلاقي جروب تلاقي تكاكس تلاقي كده لوكال تلاقي كده انيبل فاهمين الفكره الامر موجود يعني باكيت تريسر تقدر ايه تطبقها مش 100% لكن ايه هم عاملينها بطريقه ظريفه فلو انا كنت حاطط هنا فعلا رقم السيرفر اللي هم حاطينه والباسورد بتاعته كنت ممكن ايه دي حاجات ممكن تطبقها في البيت ابسط من انت تقعد تجيب ايس او اي حاجه زي كده ماشي عندي بس دي كبيره 2 جيجا وشويه تقريبا مش فاكر كان حجمها 7 جيجا 7 جيجا لا انت مش موصل طيب اوكي نرجع للكريكولم بتاعنا دلوقتي فاحنا فشلنا كده في الايه في ICE example configuration انا بشوفه بس هظبطه لكم ان شاء الله و I think اوكي انا جه في دماغي فكره بس انا مش عايز اعطل وقتي فهنرجع لهنا ادي اللي هو عمله تريبل اي نيو موديل عرف تكاك سيرفر ادرس وسنجل كونكشن وكي عرف راديوس سيرفر ادرس اوثنتيكيشن بورت اكونتنج بورت وكي وبعد كده اوثنتيكيشن لوجن ديفولت جروب تكاك بلس راديوس وبعدين لوجن تكاكس واضح ترتيب الايه الاوامر شغاله ازاي وكده انت خلصت الايه الاوثنتيكيشن ترابل شوتنج زي اللي احنا عملناه كذا مره ديباج تريبل اي اوثنتيكيشن بيوريك بعض الرسائل المهمه وزي ما قلنا ممكن اقول له ديباج راديوس اوثنتيكيشن ديباج تكاكس اوثنتيكيشن دول مهمين جدا اساس ما عارفه ان الحكايه دي بتحصل على طول لو قلت له ديباج تكاكس بس ده انت بتشغل كل التكاكس كله المسجز كلها فتقدر تشوف ايه اللي بيحصل بالظبط زي مثلا هنا ريسيفد اوثنتيكيشن ريسبونس ستيتس باس ده شيء كويس لكن هنا received authentication response status fail ده ما حصلش عندنا احنا ما ردش علينا اصلا اوكي او ما فيش يعني في مشكله في الايه في الكونكتيفيتي نفسها تمام طيب ده كده كده الاوثنتيكيشن وده اهم حاجه عشان كده ده التوبيك اللي خد اطول وقت اللي هو ده اهم حاجه انت محتاج تعرفها ونعملها في مستوى السي سي ان اي سكيورتي لان الاوثرايزيشن والاكونتنج مش هنتكلم فيهم بتفصيل كبير خالص اوكي هنشوف الكونفيجريشن بتاعهم طبعا لكن بدون دخول في تفاصيل فبيقول لك تاني الفرق بين الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن الاوثنتيكيشن بتاكد ان الديفايس او اند يوزر از ليجيتيمت يعني المفروض يخش الاوثرايزيشن بيسمح لليوزر بعد ما يخش يخش على سيرتن ارياز بروجرامز اون ذا نتورك مثلا تمام يعني بيقول لك صلاحياتك ايه في النتورك او على الديفايس مثلا بتاعك تكاكس بلس بيفصل الاوثنتيكيشن عن الاوثرايزيشن راديوس مش بيفصلهم زي ما قلنا بيتموا في خطوه واحده بطريقه بسيطه جدا ان انا وانا بقول لك ان اليوزر ده باس بقول لك كمان الايه الاوثرايزيشن بتاعه عامل ازاي الكوماند عامل ايه؟ بسيطة خالص، قال له تريبل اي نيو موديل طبعا يوزر نيمز دول عادي دول اللوكال بتاعنا، وبعد كده بدل تريبل اي اوثنتيكيشن قال له تريبل اي اوثرايزيشن، فتعالى نشوفه على طول عندنا كده. نرجع لار 2 مثلا، بروبتي وانا اقول له تريبل اي بدل اوثنتيكيشن اوثرايزيشن، وعملت عايز فاهم تلاقي طبعا اوبشنز مختلفة خالص. كان عندنا لوجن هناك فاكرين اللي هو الاوبشن بتاع بي 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 وحاجات الدوت وان اكس والكلام ده كله هنا بقى لك انت عايز توثرايز ايه بالظبط اوثرايز يعني مين اللي لما يخش مسموح له يعمل ايه فانت اللي عليك تعرفهم يعني تمام او نبص عليهم هو اكزاك اهم واحد بالنسبه لنا ده اللي بنقول له بريفليج ليفل مثلا معين اوكي مين تاني نتورك ده اللي هو زي بتاع بي 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 مش هنستخدمه طبعا بس يعني ده اللي بقوله لك مين تاني علينا ممكن نشوفه كونسول اظن واضح ده ان هو كونسول اوثرايزيشن الدخول على الكونسول مسموح لك ايه تعمله على الكونسول
كوماندز اه ده مهم جدا. لو عندك بقى تكاكس تقدر تستخدم الامر ده زي ما قلنا مش موجود في radius، لكن authorization commands يبقى هقول له ايه كل امر يتكتب بالظبط يوم جاي يشوفه يستأذنه ينفع ولا لا. يبقى دول يعني اللي انت محتاج تعرفهم تاني exec و commands تمام. ومثلا ايه تاني قلنا network بتاعتي، فانا نعمل exec اللي هو ابسط حاجة عايز فاهم تاني نفس القصة. يعني التاني خلي بالك بدل authorization كان ايه authentication login، دلوقتي بقى authorization exec وبعد كده بعمل له ايه list. رجعنا تاني للليست، يا ترى الليست باسم ولا ديفولت؟ هنستخدم الديفولت. ايه الاوبشنز بتاعتي؟ ها والله في لوكال وفي نال دول معروفين بالنسبه لنا، وفي ايه جروب برضو معروفه بالنسبه لنا. يبقى اذا ممكن اكشلي تعمل اوثرايزيشن لوكال. اه اوثرايزيشن لوكال يعني ايه؟ يعني بريفليجز اللي انت عاملها عندك تمام موجوده عندك، او اللي هو الفيوز فاكرين الفيوز اللي هو الرول بيز نفس الفكره بالظبط. طيب انا طبعا عايز جروب، فهم جاي قايل له جروب هنا، وتاني نفس الاوبشنز يعني ترى عايز اسم جروب ولا راديوس ولا تكاكس. هنقول له تكاكس مثلا اوكي اه خليها تكاكس اوكي، هو كده كده مش هنعرف نستخدم دلوقتي. وبعدين تاني اوبشن لو التكاكس فشل هقوم جاي قايل له مثلا ايه لوكال اوكي. ولو اللوكال فشل في اوبشن ظريف هنا بقى قوي اللي هو اف اوثنتيكيتد، شايفينه ده ايه؟ بيقول له ايه هنا؟ جرب الاول تكاكس بلس عشان يقول لك الراجل ده الليفل بتاعه ايه مثلا لما يخش ويشتغل والكلام ده كله. لو التكاكس ما ردش عليك جرب اللوكال كونفيجريشن، طب ما فيش لوكال كونفيجريشن جرب ايه؟ اف اوثنتيكيتد. ايه اف اوثنتيكيتد ده؟ سكسيد اف يوزر هاز اوثنتيكيتد، يعني الاوثرايزيشن اوتوماتيكلي ينجح ما دام اليوزر نجح في الاوثنتيكيشن. فاهمين القصه؟ لو الاوثرايزيشن بيقول ايه البرميشنز بتاعته؟ هيخش وينجح واديله اكزاك ولا لا؟ تمام؟ يعني انت ممكن تخش اكشن اوثنتيكيشن يبقى صح، اليوزر نيم بتاعك صح والباسورد بتاعك صح، بس ما يطلعلكش مؤشر يقول لك اوثرايزيشن فيلد. المؤشر دوت ده اسمه الاكزاك، عشان خاطر انا اكسس اصلا الاكزاك المؤشر دوت لازم يرد عليا الراجل ده ويقول لي اوكي تمام دخله اكزاك ودخله بليفل كذا مثلا، او اللوكال يرد بنفس الكلام، او انا ممكن احط له الاوبشن الظريف ده اللي هو يقول له اف اوثنتيكيتد، وده معناها لو هو نجح دخله خلاص عايز ايه؟ يديله الديفولت ليفل مش 15. الديفولت ليفل لما تخش مثلا باللايف بي تي واي هو ليفل 1 اللي هو علامه المؤشر القديم بتاع الهايبر ميتا اوكي. يبقى ده كده انا طبقت الايه اللي هو الكوماند بتاع اوثرايزيشن. الكوماند الثاني ممكن نشوفه مثلا اوكي تريبل اي اوثرايزيشن تمام، بدل اكزاك هنقول له مثلا ايه كوماندز. وبص بقى لما تقول له كوماندز يقول لك مش كوماندز وخلاص كده وتبدا تقول له الليسته ومش عارف ايه، لا تلاقي لك ايه انهي ليفل، يعني الكوماندز بتاعت انهي ليفل، هقول له مثلا 15 تمام، بعد كده يقول لي ايه الليست. يبقى انا بقول له لما حد يكون ليفل 15 اوكي، يعني انت اوريدي ليفل 15 وبتكتب امر انا عايزه الاوامر ديت باي ديفولت اوكي طبعا جروب برده، وهتلاقي مفيش بقى ريدس. انا عايز اوريكم هنا عشان اوصل هنا، انا عايز كوماند، انت عايز تشوف لي الامر بتاع ليفل 15 كل امر يتكتب اقول له اه ولا لا، مفيش حاجه اسمها ريدس، يبقى لازم اقول له ايه تكاكس بلس تمام. يبقى هنا قلت له تريبل اي اوثرايزيشن كوماند، اوثرايز اي كوماند يكون ليفل 15 من عن طريق جروب اللي هي دي التكاكس بلس. الاوثرايزيشن اكزاك ده اللي هو لا مش بخطوه واحده، هو ممكن يبقى خطوه واحده لو انت عملت ريد، بس هي الفكره ان هو ادخلك اصلا على الشيل تمام، وممكن اديك بريفليج ليفل تمام، او اللي هو بقى يبقى لو انت عامل الخطوه الثانيه ديت يبقى كل كوماند هيتعمل في ليفل 15 يروح للتكاكس بلس تمام. يعني الاكزاك دي اول خطوه اللي هو لما تخش، بعد كده ايه بقى اللي انت مطبقه؟ هل في اوامر ثانيه خليه يشتغل تكاكس بلس اللي هو بير كوماند بقى كل امر يدخله ولا لا مفيش؟ او لو انت من الاول شغال راديوس، يعني ما ينفعش بالعقل كده اعمل اوثرايزيشن عن طريق راديوس اللي هو بيتم خطوه واحده مع اوثنتيكيشن وبعد كده ايه او جاي قايل له كوماندز، مش هيبقى مش هيرضى. رغم ان انت اكشلي ممكن تعمل حاجات، يعني في ناس بيعملوا حاجات مختلفه شويه اللي هو اوثنتيكيشن اوثرايزيشن مثلا يعملوه عن طريق تكاكس، واكونتنج يعملوه راديوس، مش حاجه تمنعك انك تعمل كده. ايه الفكره؟ يعني اوثنتيكيشن اوثرايزيشن تمام نعمله تكاكس، اكونتنج نعمله راديوس اللي هو اقوى شويه في الامكانيات في الاكونتنج مثلا. يعني الاوبشنز متاحه بالنسبه لك بدل ما يخلفوش بعض، يعني ما ينفعش تعمل اوثنتيكيشن تقوم جاي قايل لي راديوس وبعدين اوثرايزيشن تكاكس. ليه؟ ما الاوثنتيكيشن عمله خلاص، الاوثنتيكيشن راديوس اول ما عمل الاوثنتيكيشن بيعمل معاه مين؟ اوثرايزيشن. هي خطوه واحده هي وان ستيب، ففكر فيها بالعقل هتشوف ايه اللي ينفع معاك واللي ما ينفعش. يبقى دي كوماند اوثرايزيشن. طبعا احنا ما عملنالوش تيست، هنشوفه ان شاء الله في المره الجايه لما اكون شغال في الايس، بس ادي مثال للكوماند اوثرايزيشن. انا كتبت شو فيرجن
يبقى التاني بقى تساله الراجل اللي اسمه جونيور ادمن ده كتب شو فيرجن ايه رايك يا استاذ اي سي اس اكسبت جاي مطلع لك الاوت كتبت كونفيجر تيرمينال الراجل ده عايز يكونفيجر تيرمينال لا يوم جاي قايل لك ايه مش هيطلع لك اللي هو كده ما كتبتش الامر يعني هو يديك ارسال ايرور تمام ان الامر ده ايه غلط هو مش مفهوم بالنسبه لي اخر حاجه اكاونتنج وهي هي فجدا على الكونفيجريشن بتاعها اقل ان انا هقول له تريبل اي اكاونتنج ليه بقى اذا كان الاوثنتيكيشن ينفع فيه لوكال والاوثرايزيشن ينفع فيه لوكال يعني لوكال عندك انت على جهاز من غير سيرفرات خالص اوثنتيكيشن لوكال ازاي يوزر نيم وباسورد طب اوثرايزيشن لوكال ازاي برضه يوزر نيم وباسورد بس زود بريفليج فاكرين امر بريفليج او امر فيو كده لوكال ولا لا مش عايز سيرفرات في حاجه طب الاكاونتنج قال لك لا الاكاونتنج اجباري لازم يبقى سيرفر سواء ريديس او تكاكس فعشان كده لما اجي اكتب ايه تريبل اي اكاونتنج تمام وطبعا برضه هتختار في اوبشنز كتيره جدا انت عايز تاكونت لايه هقول له اكزاك تمام ده اللي هو المين اللي فتح في ساعه كذا في يوم كذا ساعه كذا انت فتحت شيل هقول له اكزاك واقول له ديفولت تمام بص الاوبشنز بقى اللي تحت فين لوكال ومش عارف نون ومفيش الكلام ده كله اوكي ولا ايه لا ده هنا الاول قبل ما اقول له اكشلي الليسته بتاعتنا المتاحه بيقول لك يا ترى عايز تسجل ايه نو اكاونتنج ستارت ستوب ولا ستوب اونلي ايه دوت ستارت ستوب هسجل البدايه والنهايه تمام ستارت ستوب كده اهو بعد كده بقى تلاقي الاوبشنز طلعت لنا اللي هو استخدم حاجه اسمها برودكاست فور اكاونتنج اكشلي دونت نو وات ذس از بس جروب هو طبعا المهم بالنسبه لنا هو ده الوحيد اللي ينفع مش حاجه اسمها لوكال واقدر استخدم تكاكس او ريديوس زي ما انا عايز يبقى هنا قلت له ايه عشان نفهم الامر تاني تريبل اي اكاونتنج اكزيك الراجل الاكزيك ده انا عايز اسجله اللي بيحصل لما حد يفتح شيل للاكزيك طب هتسجل ايه ستارت ستوب كنت ممكن تسجل ايه ستوب اونلي لما الخدمه تنتهي ما تسجلش ايه ستارت يبقى انا طبعا اكيد منطقي ان انا اسجل ستارت وستوب حلو جدا جروب هسجله لمين هسجله على تكاكس سيرفر الطريقه الثانيه اللي ممكن اسجل بيها الاوامر هقول له ايه تريبل اي اكاونتنج كومنتس ديفولت لا كومنتس لازم اقول له ليفل بص هنا كومنتس زيها زي الثانيه لما قلنا له كومنتس في الاوثرايزيشن قال لي دخل لي ليفل اقول له كومنتس 15 بعد كده ديفولت بعد كده تقول له ثاني برضه ستارت ستوب ولا ستوب اونلي هقول له ستارت ستوب وبعدين هقول له جروب وبعدين اقول له تكاكس بلس هنا بقول له ايه سجل الاوامر في ليفل 15 مش يروح يستاذنه ما احنا عملنا خلاص مش يستاذنه دي فوق خلاص اوثرايزيشن شغال هنا بقول له لا سجل بقى استئذان ده حاجه والتسجيل حاجه ثانيه ده سجل لوج كده عنده هيسجل كل امر هيتنفذ في ليفل 15 بدايته ونهايته هيقوم جاي مسجلهم فين في الجروب اللي هي طبعا لو مثلا دخلت شروط لا اعتقد ان هو هيسجل حتى لو رجع عشان تذاكر ولا تقدر تسجل بس هجربها من قدام كده كده حتى لو انت مش بتشوف الكلام ده هتتنفذ اوكي لان الايس مش شغال مش عارفين نعمل كونكتيفيتي ما بينه لكن اي ثينك ان احنا لو يعني عملنا بتاع سريع كده اوكي تريبل اي اوثنتيكيشن لا لا هو انا هعمل كده بس سريعا ايس وبعدين جروب اوكي كاكس بلس انتر لاين بي تي واي 0 4 لوجن اوثنتيكيشن ايس وبعدين نعمل هنا على تيلنت على 10 واحد واحد اثنين ديبار تريبل اي اوثنتيكيشن و ديبار كاكس اوثنتيكيشن اوكي شفتوا اوثنتيكيشن فيها من غير ما ادخل اي حاجه ولا اي باسورد ولا حاجه اوكي ليه كده ديباج كاكس اوثنتيكيشن ديباج تريبل اي اوثنتيكيشن عملنا شو سكشن بي تي واي لو طلع تحت البي تي واي طبق الايس عملنا شو تريبل اي ميثود ليست اوثنتيكيشن الايس ديت اللي هي ايه سيرفر جروب تكاكس بلس ار ما اعرفش السيرفر اصلا اوكي تكاكس بلس سيرفر بتاعنا هنسميه ايس ريل مثلا عشان نبقى نتذكر النوع دوت address IPv4 من user instruction 1 2 key بتاعي ice
اوكي شايفين طلع لي ايه بيقول لي الادرس اوريدي اكزيست وذ سيم ادرس. طب يعني هو اوريدي موجود ومتعرف عنك ما ايه المشكله. نلغي السيرفر ده اهلا شايفين يعني ريل تايم ترابل شوتنج. احنا كان عندنا وقت احنا دلوقتي فعلا قاعد دلوقتي كنا مشينا في الخطوات بس انا مش عايز وقت الكورس يضيع في هذا الشكل زي ما شايفين. فاضل لنا كام سلايد؟ 1 2 3 4 4 سلايد. انا اعتبر الشابتر النهارده خلص وربع سلايد ما لهمش علاقه بالريديس اكشلي كلام في موضوع تاني خالص بس عشان بيعتمد ما لهمش علاقه بالتريبل اي اصلي بس الموضوع ده بيعتمد على التريبل اي فهنجيب سيرته سريعا جدا يعني. بس هنبتدي المحاضره الجايه يعني هتبقى اول ربع ساعه بس اوريكم التيست بتاع الايس بعد ما يكون شغال وبعدين ايه الريكوردنج والايس تمام. والمحاضره الجايه كده هنخش في الفاير وول تكنولوجيز. خلي بالك عشان تبقى محاضره مهمه ان